جدعان لازم يا جدعان، تبقى هو في الحاجات اللي توتوريال فاتت ولا لا؟ كلها نازله بي دي اف. الدكتور راح بس يظبط حاجه وجاي تاني. طب يا راح في جماعه توتوريال ولا لا؟ حد يعرف دكتور ازاي فارق كده؟ قالوا ما فيش وده يا جدعان في توتوريال كده حلو حد زي الفل زي الفل كده زي الفل كواليتي حلو. اوكي يا ريت كله يقفل المايك عشان الأصوات بتخش في بعضها. هو دكتور دخل بحساب تاني؟ هو شكله كده شكله عمرو عثمان محمد تقريبا. مش دكتور عمرو ده اللي هو الادفايزر بتاع كل ما يقدر. طيب باشمهندسين باشمهندسين. نعم مع حضرتك يا دكتور. ايوه نعم باشمهندسين كده سامعين مع حضرتك يا دكتور. ايوه تمام هو انا بس دخلت من الاكونت خلاص. يا ريت كله يقفل المايك خلاص. طيب انا دخلت دلوقتي من الاكونت بس بتاع دكتور عمرو لحد ما نظبط الدنيا ان شاء الله. تمام. طيب انتوا سامعيني ولا لا؟ زي الفل. نبتدي بقى المحاضره من الاول خالص لاننا لسه داخلين. ماشي. طيب دلوقتي ان شاء الله زي ما قلنا ان احنا هناخد مع بعض في صوت الكورس بتاع الانجينيرنج كيمستري كله في المايك. خلاص يبقى احنا زي ما قلنا ان احنا ناخد مع بعض الكورس بتاع الانجينيرنج كيمستري. طيب معلش. طيب كده انتوا شايفين الدنيا متظبطه؟ تمام. طيب تمام. قلنا ان احنا ناخد مع بعض ان شاء الله الكورس بتاع الانجينيرنج كيمستري. طيب زي ما قلنا ان الانجينيرنج كيمستري في جزء فاينل. الفاينل ده هيبقى عليه 40 درجه. الجزء الثاني هيبقى اعمال سنه. اعمال السنه ده هيبقى عليه 60 درجه. خلاص ال 60 درجه دول هيتقسموا عندنا 25 درجة ميد ترم، وهيتقسموا عندنا 15 درجة لاب، و 10 درجات كويزز، وال 10 درجات التانيين والعشر درجات التانيين هيبقوا عبارة عن assignment و attendance و project. في مشكلة كده في تقسيمة الدرجات عند حد؟ لا تمام. لا لا تمام. الصورة كويسة؟ زي تمام. دلوقتي إن شاء الله هنبتدي زي ما قلنا. باشمهندسين نقفل المايك بس يا جماعة عشان نسمع بعض. كله يقفل المايك. دلوقتي ان شاء الله هنبتدي في الجزء عندنا اللي هو بتاع الستيت. الستيت الستيت في مصر. طيب اول 3 شابترز عندنا قلنا بيتكلموا على الستيت اوف ماتر. الستيت اوف ماتر ثلاثه، يا اما جاز يا اما ليكويد يا اما سوليد. يبقى الستيت اوف ماتر اول 3 شابترز عندنا بيتكلموا على ثلاثه، يا اما جاز يا اما ليكويد يا اما ايه يا اما سوليد. يبقى شابتر 1 الجازز، شابتر 2 الليكويد،
شابتر 3 هيبقى عبارة عن السوليد. طيب دلوقتي ان شاء الله بقى نبتدي بشابتر 1. شابتر 1 قلنا هنتكلم فيه على الجازيس ستيت اللي هي المادة في الحالة الغازية. طيب عايزين نعرف اول حاجة عندنا ايه هي الفاكتورز affecting on gas. عايزين نعرف ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الجاز. احنا عندنا 3 فاكتورز. اول حاجة البريشر. تاني حاجة دكتور معلش احنا معانا الناس بالعربي ويعني مش فاهمين الكلام ده، لو حضرتك تشرح بالعربي كمان. هعمل كل حاجة ما تقلقوش. تاني حاجة الفوليوم. تالت حاجة التمبريتشر. البريشر P، الفوليوم V، التمبريتشر T. يبقى تاني اهو. يبقى احنا دلوقتي ان شاء الله هنبتدي في شابتر 1. شابتر 1 بنتكلم فيه على الجازيس ستيت، المادة في الحالة الغازية. قلنا ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الغاز؟ ثلاث حاجات: البريشر اللي هو الضغط، الفوليوم اللي هو الحجم، والتمبريتشر اللي هي درجة الحرارة. دلوقتي هنبتدي نتكلم على ترم ترم في الحاجات دي. تعالى مثلا نبتدي بأول حاجة عندنا اللي هي البريشر. دكتور هي فاكتورز اللي هي عوامل صح؟ العوامل، ايه هي الحاجات اللي بتأثر على الجاز؟ يعني انت ده مثلا عندك اسطوانة اكسجين، مش اسطوانة الاكسجين دي بتبقى تحت ضغط معين صح؟ الاسطوانة دي بيبقى فيها غاز، الغاز ده ليه حجم معين، بيبقى ليها درجة حرارة معينة، يبقى هي دي العوامل اللي بتأثر على الغازات. يبقى عندنا ثلاث عوامل: البريشر، الضغط، ايه الحجم اللي هو حجم الغاز، ودرجة حرارة الغاز. طيب دلوقتي بالنسبة للبريشر عايزين نعرف ضغط الغاز ده جاي نتيجة ايه؟ يعني الضغط ده بيبقى جاي نتيجة ايه؟ ضغط الغاز بيبقى جاي نتيجة الكولاجن، الكولاجن of gas molecules أو molecules with wall of container. يعني إيه الكلام ده؟ ضغط الغاز جاي نتيجة تصادم جزيئات الغاز مع جدار الإناء، ونركز في التعريف ده قوي لأن إحنا هنحتاجه بعد كده. يعني ايه برضو؟ لو جينا رسمنا كونتينر بالمنظر ده، اناء بالمنظر ده اهو، ادي الاناء اللي عندنا. طيب الاناء اللي عندنا ده فيه جزيئات غاز اهي. ضغط الغاز جاي نتيجة ايه؟ ضغط الغاز جاي نتيجة تصادم بتاع جزيئات الغاز مع جدار الاناء بالمنظر ده. يبقى الضغط بتاع الغاز، الغاز عمال يضغط على جدار الإناء، هو ضغط ضغط الغاز. يبقى ضغط الغاز جاي نتيجة تصادم جزيئات الغاز مع جدار الإناء. طب أنا عندي كام يونت للضغط؟ أنا عندي حوالي 6 يونت للضغط. طب إيه هما؟ تعالوا نبص عليهم. خلي بالكم أنا هسأل وأنا بشرح. أول حاجة الأتموسفير، وده إيكوال حاجة اسمها أو إيكوال الاتموسفير ايكوال حاجه اسمها البار او 1.01 بار. يعني تقريبا الاتموسفير هو هو البار. طيب تاني حاجه، في حاجه اسمها التورشل. التورشل والتورشل ده إيكوال حاجة اسمها الملي متر ميركري اللي هو الزئبق. طيب في حاجة اسمها الباسكال، والباسكال ده إيكوال نيوتن بير متر سكوير. يبقى دلوقتي يا باشمهندسين احنا عندنا كام يونت للفوليوم؟ عندنا تقريبا 6 يونت. ايه هما الستة يونت؟ عندنا حاجة اسمها الاتموسفير، الاتموسفير ده إيكوال حاجة اسمها البار،
في عندنا حاجة اسمها التورشال، والتورشال ده إيكوال الملي متر ميركري، وفي حاجة اسمها الباسكال، والباسكال ده إيكوال النيوتن بير متر سكوير. طب احنا هنشتغل بايه؟ يعني ايه من ضمن اليونت دي اللي احنا هنشتغل بيه؟ ومركز في الكلام ده بقى، لان الكلام ده هو اللي انت هتحتاجه في كل الشغل. من ضمن اليونتس دي انا هشتغل بتو يونتس بس، اللي هم يا اما الاتموسفير طبعا وما يساويها اللي هو البار، يا اما الباسكال وما يساويها النيوتن بير متر سكوير. يبقى انت عندك اي بريشر عندك لازم تخليه يا اما باتموسفير يا اما بايه، يا اما باسكال. طيب عايزين دلوقتي نشوف ازاي احول من يونت ليونت تانية. اول حاجه عندنا ال1 اتموسفير ايكوال كام؟ ايكوال 760 ملي متر ميركري. طيب لو انا عايز احول من اتموسفير لملي متر ميركري هضرب في 760. طب لو انا عايز احول من ملي متر ميركري لاتموسفير هقسم على 760. يبقى انا طول ما انا ماشي يمين بضرب، طول ما انا ماشي شمال بعمل ايه؟ بقسم. يبقى ال1 اتموسفير ايكوال 760 ملي متر ميركري. يبقى من اتموسفير لملي متر ميركري هضرب في 760، من ملي متر ميركري لاتموسفير هقسم على 760. طيب ايه التحويله الثانيه؟ التحويله الثانيه ان ال1 اتموسفير ايكوال 101325 باسكال. خلاص يعني ايه؟ يعني نفس الكلام، لو عايز احول من اتموسفير لباسكال هضرب في 101325 العكس، هعمل ايه؟ هقسم على 101325. طب عايزين نشوف حاجه تاني، ان ال1 ملي متر ميركري ايكوال 101325 على 760 على 760 باسكال. زي ما اتفقنا ان انا من ملي متر ميركري باسكال هضرب في الرقم ده، من باسكال لملي متر ميركري هقسم على الرقم ده. طيب يبقى تعالوا كده تاني عشان نبقى مركزين. يبقى باشمهندسين، يبقى احنا دلوقتي ان شاء الله هنبتدي في شابتر 1. شابتر 1 بنتكلم فيه على ايه؟ شابتر 1 بنتكلم فيه على الجازيس ستيت، الماده في الحاله الغازيه. ايه هي العوامل اللي بتاثر على اي غاز؟ يعني انا عندي غاز، ايه هي العوامل اللي هتاثر عليه؟ العوامل اللي هتاثر عليه انا عندي 3 فاكتورز. ايه هما؟ يا اما البريشر، الغاز طبعا اي اسطوانه بتشتريها بيقول لك الاسطوانه ده او الغاز ده محطوط تحت ضغط كذا. طيب الفوليوم، الحجم، وثالث حاجه التمبريتشر، درجه الحراره. جينا بصينا على البريشر، الضغط، الضغط زي ما اتفقنا جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجة تصادم جزيئات الغاز مع جدار الإناء، جاي نتيجة الكولاجين بتاعة الجازس مع الوول بتاعة الكونتينر. طيب زي ما اتفقنا هو، خلي بالك لأن احنا التعريف ده هنستخدمه بعد كده في حاجات تانية. يبقى التصادم أو البريشر جاي نتيجة تصادم جزيئات الغاز مع جدار الإناء، كولاجين of gas molecules with wall of container. اتفقنا ان احنا اللي احنا هنلاقيه في المنهج عندنا هنلاقي حوالي 6 يونت للبريشر. اتموسفير ايكوال البار او ايكوال 1.01 بار، التورشل حاجه اسمها الملي متر ميركري، والباسكال ايكوال النيوتن بير متر سكوير. طيب دلوقتي قلنا انا بقى من ضمن اليونت دي كلها اي مساله هتجيلي لازم اخلي البريشر حاجتين، يا اتموسفير يا باسكال. امتى اخليه اتموسفير وامتى اخليه باسكال؟ هنعرف كمان شويه ان شاء الله. طيب ازاي احول من اتموسفير لملي متر ميركري؟ هضرب في 760. طب من ملي متر ميركري لاتموسفير هقسم على 700. سرعتك ما كانش كويس. هو ايه اللي حصل يا جدعان؟ ممكن يكون النت عنده فصل، بطاريته، او ممكن يكون اللاب فصل. اهم حاجه يكون عادي، النور قطع مثلا. يا جماعه انا عايز اسال سؤال. استنوا يا جماعه، استنوا حد يا جماعه يقرا لنا التعريف كده بالانجليزي. انا عايز برضه بعد بص، هو ناتج عن تصادم الجزيئات بتاعت الغاز مع جدار الانجليزي. كوليجن اوف جاز مولكيولز وذ وول اوف ذا كونتينر. مولكيولز ايه بقى؟ كوليجن اوف ذا جاز مولكيولز
with the wall of the container. هو بيسأل يعني ايه مولكيولز؟ كلمة اللي بعد جاز دي ايه؟ مولكيولز يعني جزيئات. جاز مولكيولز جزيئات. مولكيولز يعني جزيئات او ذرات يعني. حد كده هترجمها على جوجل انا هوجع دماغي. مركوري زئبق. زئبق زئبق. مركوري يعني مش عارف اسمه ايه بالعربي بيتحط في الترمومتر ده. زئبق زئبق. زئبق. يعني مركوري يعني الزئبق. يا جماعه هو الاتموسفير بيساوي كام بار يعني هو يعني واحد من 100 هو قال ديفايد 67 ولا لا من اتموسفير لباسكال من غير بتاع ده استنوا هو هيجيب البتاع تاني وهتشوفوها من اتموسفير لباسكال جماعه هو 10 13 25 بس ايوه ايوه بالظبط كده ايه لكن من اللي من المفروض نجيبه ايه غالبا الكتاب هيبقى في مكتبه المهندسين اللي بره الكليه لا بس برضك احنا نسأل مش على كده لو في حاجة نقدر نجيبها اونلاين فقشطة واللي حابب يجيبها اونلاين يجيب واللي حابب يجيب من الكلية يجيب بس احنا عايزين نسأل احنا نازلين الكلية يوم الثلاث فممكن نجيبها يوم الثلاث اللي عايز الكتابة عموما هو الدكتور بينزله في مكتبة المهندسين اللي برا الكلية مش على كده هو الدكتور هنا ما قالش الدكتور ما قالش عنه ما قالش حاجة والكتاب من عاد ما هو دكتور ما هو مش دكتور علاء اللي بيوديه دكتور احمد عادل هو اللي كان بيوديه عشان هو المنسق المادة هم بيعمل يحطوا الكتب في مكتبة المهندسين اللي بره انت متأكد يعني ايوه المكتبة اسمها ايه بره كمان هي يا جماعة في حد عارف بابا خمسة نزلت الحاجات مكتوبة حد عارف بابا خمسة بيتكلموا باشمهندس اللي بيتكلم ممكن كله بقى ميوت علشان الدكتور دخل ممكن كله يعني ميوت الباشمهندس اللي بيتكلم يعني الدكتور دخل كله يقفل المايكات حضرتك يا دكتور هو الدكتور دخل ميوت اه سامعين كده؟ تمام. طب انتوا وصلتوا معايا لحد فين؟ لغاية ان هو زي التحويلات زي الفل التحويلات كلها تمام زي الفل معلش يا دكتور هاي قلت الوان اتموسفير كام باسكال؟ الوان اتموسفير ايكوال الوان اتموسفير ايكوال 760 ملي متر ميركوري والان والوان اتموسفير ايكوال 101325 باسكال طب حضرتك مش هتكتب السبوره ولا حاجه ما هو انتوا كده شايفين ولا مش شايفين أو... لا لا احنا مش عايزين طيب ثانيه بس طيب دكتور لو سمحت هو الوان اتموسفير بيساوي كام باسكال يا ابني انا مره طيب كده تمام 101325 تمام يا دكتور زي الفل طيب انا دلوقتي بقى هبتدي اختار منكم ناس راندوم كده وابتدي اسالها واشوف الناس يعني مركزه معايا ولا لا طيب حضرتك هتنزل بي دي اف للسيشنز او هنزل لكم بي دي اف تمام وفي حاجه ممكن نشتغل فيها كتاب او وات ايفر انا في الاخر بعد ما نخلص المحاضره هظبط لكم كل حاجه ان شاء الله محدش يقلق خالص اهم حاجه بس نفهم المحاضره مش عايز اكتر من كده مش عندي سؤال في اللي احنا بنشرحه ايوه بالظبط اتفضل
واليونتس دي هنحفظها بالتحولات بتاعتها ولا ايه؟ اليونتس هتتحفظ، مفيش حاجة بتنزل لك. خلاص خلاص يا ريت بقى كله يقفل المايك. معلش انا عندي سؤال. اتفضل. خلاص ايه معلش، هو حاجة قلت 1.014 ده يعني لا 101 يعني تقريبا، يعني تقريبا الاتموسفير هو هو مين؟ هو هو البار، مفيش اختلاف. خلاص تمام. طيب تعالوا كده بقى نشوف حد، يعني نسأل حد ونشوف الناس مركزة ولا لا. طيب دلوقتي مثلا فين عبد الله كريم؟ عبد الله كريم معايا؟ ايوه. طيب عبد الله قول لي ايه هو البريشر؟ بريشر كولجن اوف جاز مولكيولز ان ذا وول اوف ذا كونتينر. زي الفل. طيب نيجي مثلا نشوف عبد الرحمن ايهاب، تقدر تقول لي انت عندك كم يونت للبريشر عبد الرحمن ايهاب؟ فين عبد الرحمن ايهاب؟ طيب عبد العزيز محمد. دكتور قول لي، قول لي كده عبد العزيز انت عندك كم يونت للبريشر؟ 6 يونت. 6 يونت، ايه هما؟ الاتموسفير والبار وال والميتر ميرفي. تمام. باسكال. تمام. زي الفل. تورليش والتورشيل. تورشيل تمام. طيب فين حنين؟ حنين. أيوة. حماد تقدري. أيوة. تقولي لي انا من ضمن اليونت دي كلها هشتغل بكام يونت؟ 2. زي الفل، ايه هما؟ الاتموسفير والباسكال. زي الفل. طبعا الباسكال او النيوتن بير متر سكوير او الاتموسفير ومين؟ والبار. خلاص. طيب نيجي ندخل بعد كده على اليونتس اللي بعدها او الفاكتور اللي بعده. يبقى احنا كده اتكلمنا على اول فاكتور وخلصناه اللي هو مين؟ البريشر. ندخل على الفاكتور اللي بعده اللي هو مين؟ الفوليوم. طيب يبقى كده الفاكتور اللي بعده اللي هو الفوليوم. الفوليوم الفي. طيب الفوليوم بتاع الجاز هو عباره عن ايه؟ الفوليوم بتاع الجاز دكتور الصوره مش واضحه. خلاص. طيب ثانيه واحده. جت كده تمام. هي فيها ديلي بس. يعني واحده واحده. خلاص. الفوليوم بتاع الجاز جاي نتيجه ايه او هو عباره عن ايه؟ هو عبارة عن الفوليوم available for motion of gas molecules. يعني ايه الكلام ده؟ هو الحجم المتاح اللي يقدر يتحرك فيه الغاز. يعني دلوقتي مثلا لو احنا جينا رشينا غاز في اوضة، خلاص، والاوضة دي فاضية، فالغاز ده هينتشر فين؟ هينتشر في الاوضة كلها. يبقى حجم الغاز هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن حجم الاوضه كلها. طيب افرض مثلا الاوضه دي فيها حاجات كتير، طيب الحجم بتاع الغاز هيبقى عباره عن ايه؟ الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز اللي هو حجم الاوضه كله ناقص حجم الحاجات اللي موجود فيها، الحاجات اللي موجوده اللي ما قدرش الغاز يتحرك جواها. يبقى احنا الفوليوم حجم الغاز هو عباره عن الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات مين؟ الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز. انا عندي طبعا يونتس كتير جدا للفوليوم. طب ايه هي اليونتس بتاعت الفوليوم بتاعتنا؟ اول حاجه مثلا المتر كيوب، ده فوليوم. الدي سي متر كيوب، هو اوف جاز ايه يا جماعه؟ اوف جاز موليكولز او موليكيولز. تمام. موليكولز. تمام ماشي. الدي سي متر كيوب دكتور، هو حضرتك بتكتب حاجه؟ لا لسه، معلش.
ثانية واحدة بس مش هنسين وهدخل لكم تمام معاكم تمام يا جماعة معلش بس هو موضوع الاونلاين يعني ايه لسه بس بنظبط له حاجته وبعد كده الدنيا هتبقى كويسة جدا ان شاء الله معلش بس انا مش ظاهر عندي صورة خالص مش ظاهر عندك حاجة؟ لا انا ظاهر عندي الصورة ظاهرة يا دكتور تمام الصورة ظاهرة يا سامسونج كله هي ظاهرة بس مش عند كله في ناس كتير اشتكت ان هي مش ظاهرة طيب ثانية هي ايه دي؟ انا بس عندي ظاهرة خالص شباب حتى سمعني ايوه اه صوتك كده بس انا في ميتنج ما عنديش صوره ومش مش عارفه اعمل ايه اكيد مش عارف صوره برده ايه عندي نفس البنت اللي كان في الميتنج بتاع الماس برضو نفس البنت اللي كان في الماس كان متشكك بصوره المشكله ساعات بتبقى من الواي فاي لو النت ضعيف ساعات مش هتفتح انت حاولي تفتحي من داتا تكون هي لا ممكن تجربي تفتحي من حاجه مختلفه هو المايك بتاعها اصلا بيأخر الكلام يعني النت بطيء ايوه هي مشكله في الكونكشنز عندها انا قاعده جنب الراوتر يعني اللي جنب الراوتر مشكله في الراوتر نفسه النت ضعيف في الاورده والبعد بالظبط يمكن حد بيخرجي ويدخلي مثلا بيعمل حاجه تقيله طب هو في صوره دلوقتي افتح في صوره للتاني طب انا خرجت ودخلت كذا مره ومش عارفه ما عملش كده معايا في اي محاضره تانية جربي طيب خلاص كده الصوره راحت اصلا الصوره راحت الصوره راحت اصلا يعني هو دلوقتي مش راحت او جت مش تيجي عندي اي حاجه انت موبايل ولا بي سي موبايل ولا بي سي لا من الموبايل عشان كده عشان كده لعيد لعيد انا موبايل محدش يهدي انا موبايل والصوره شغاله عادي بس انا رايي انا موبايل هي هي ساعات بتعلق من التطبيق ذات نفسه انا بقول لك انا كريم يا احنا رايي بس يا جماعه انت جربت يقول لي داتا وشوف الصوره ولا لا ايه الصوره ترجع تاني جربي ساعات في فرق ولا لا ولا اصلا حاسس ان انا همكسي يا جماعه في اصوات كتير مع بعض مش هسمع حد شو رجعت لو سمحت مجدي وانت كان المستر كاتب الدكتور كاتب حاجه الدكتور رجع هو كده المفروض الدكتور رجع ومشتغلتش برده لا ما اشتغلتش يا جدعان ده يا جدعان جربي الله اكبر الله ده انا المايك بعاجه ولا ايه داتا او حاجه وشفت مشكله اصلا في النت ولا يا جماعه باقي في المايك هو انت موبايلك ايه هو انت موبايلك ريدمي فور ايه عشان في موبايلات مش التيمز ده عنده بيعلق جامد قوي لا لا اول مره يعمل معايا كده كل محاضراته تمام جدا شوف بتاع جنب صاحبه كان بتاع حضره الماس وكان هو عنده كان هو عنده الريكورد الميتنج شغال والصوره وكل حاجه بقى الصوره مش شغاله عندنا قاعدين مش هنسيب بيتكلموا مع بعض خلاص يا طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على اول فاكتور اللي هو مين البريشر طيب نيجي نتكلم على نيجي نتكلم على الفاكتور الثاني نيجي نتكلم على الفاكتور التاني طيب الفاكتور التاني زي ما قلنا اللي هو مين الفوليوم الفوليوم طيب يبقى نتكلم على الفاكتور التاني اللي هو الفوليوم طيب زي ما قلنا ان الفوليوم هو عبارة عن
الفوليوم available for motion. ثانية واحدة بس اعمل ريكورد. اوكي هي معمول لها ريكورد. طيب الفوليوم هو الفوليوم available. دكتور هو حضرتك بتكتب مش باين فور موشن. انا باين عندي باين جاز موليكولز. طيب يبقى هو الحجم المتاح اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز. يبقى الفوليوم هو الفوليوم افيلابل فور موشن اوف جاز موليكولز، الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز زي ما شرحنا. طب عندنا يونتس كتير جدا للفوليوم، زي ايه؟ زي المتر كيوب مثلا، زي الدي سي متر كيوب، زي الليتر، زي السنتيمتر كيوب، زي المليمتر كيوب. عندنا يونتس كتير جدا للفوليوم. طيب انا هشتغل من ضمن اليونتس دي بكام يونت؟ بتو يونت بس برضو، اللي هم ايه؟ يا اما الليتر يا اما المتر كيوب. يبقى باشمهندسين حد يرد عليا، احنا بنشتغل بكام يونت في البريشر؟ 200 بس. ايه هم؟ الليتر والمتر سكوير. زي الفل. الليتر والمتر باور 3. طيب خلاص يبقى كله يقفل بقى. يبقى احنا خلاص يبقى احنا بنشتغل بتو يونت بس في البريشر، يا اما اتموسفير يا اما باسكال. بنشتغل بتو يونت بس في الفوليوم اللي هم يا اما الليتر يا اما متر كيوب. طيب ازاي احول من يونت ليونت ثانيه؟ عندي اول حاجه ال1 متر كيوب ايكوال دكتور لو سمحت حد فتح المايك بس في الصوت ايه الاصوات دي حسام حسن ده اسمه حسام حسن هو الدكتور خرج زي هو في دكتور خرج صح دكتور خرج تاني تقريبا دكتور خرج تاني انت فصل عندي تاني حد عملنا لا بس شباب هو الدكتور قال ايه عشان انا النت عندي فصل ورجع تاني عادي اللي قال ما قالش حاجه جديده خلاص اليونت ال1 الف فوليوم قلت الفوليوم طيب انتوا كده سامعيني اليونت شايفين لا شايفين يا صوره موجوده ايش صوره لا يا دكتور سامعين بس باشمهندسين سامعين بس يا دكتور ايوه سامعين بس سامعين حضرتك في الصوره في حد عمل ميوت للناس كلها يا جماعه الدكتور شكله النت عنده وحش اصلا هو باين كده اه يا جماعه واحنا ده طب ما احنا كده لازم ايه قولي ايه عندنا سيكشن النهارده في بس مش دكتور خرج يا على حسب هيعملوا ميتنج ولا لا احنا ندخل نشوف احنا يعني كنا نشوف وقتها مش هيحصل يا جدعان مفيش سيشن قبل محاضره ما ينفعش يا جماعه ما قالوا هو تعارف بس والماده ماشيه ازاي والتقسيمه بتاعتها زي الكيمياء النهارده كده وزي السكشن بتاع الرياضه امبارح ما خدناش حاجه جديده ولا خدنا اساينمنت يعني انتوا امبارح مش عرفتوش اي حاجه طب يا جماعه معلش عايز اسال سؤال بس انا امبارح ستريت لاين بس هي 10 دقايق بس ورقه كده في 10 دقايق وخلاص انا امبارح ما حضرتش يعني حاجه كان في ظروف وكده فهل يعني هي الفيزياء مسجله يا جماعه واحد بس يتكلم واحد بس كمل سؤالك انت كمل سؤالك انا ما سمعناكش انا بقول انا امبارح دكتور دخل امبارح ما حضرتش يوم السبت المحاضرات بتاعت يوم السبت فهل في مشكله ولا ايه الحل هو ما فيش حاجه يعني طب وانت يعني هو هي المحاضره بتاعت الفيزياء مشكله ممكن تحضرها اما الرياضه بتاعت الماس بتاعت الجرافيك هي الماس بص هو كل حاجات قديمه وقعدت تتكلم في جرافس فممكن لو حد كده بتشوفني كتب ايه وهي منزله بي دي اف اصلا يعني انتوا ما طب طب انت معاك بي دي اف المحاضره بتاعت الرياضه النهارده اتسجلت الحاجات ديت ممكن لا ما اتسجلتش طب حد معاه البي دي اف بتاع الرياضه
هي ما هتلاقيه في الفايل النهارده. انت على الجروب؟ طيب باشمهندسين خلاص موجود على الجروب. انا جروب، انا على الجروب، انا على جروب الواتس. معانا الدكتور معانا يا جدعان، خلاص على الدكتور معانا. طيب نكمل. يبقى احنا دلوقتي قلنا اخر حاجه، انتوا شايفين كده البورد؟ لا مفيش، مفيش، مفيش بورد. في صوره، ثانيه صوت بس، لسه ثانيه. شايفين؟ لا 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 ايه ده يا جماعة؟ اه بيغنن. اه في حد بيغني؟ في حد بيغني صح؟ وفي حد صرح دكتور معانا على فكرة، الدكتور معانا، نحترم نفسنا بقى. اعملوا ميت بدل ما تخلصوا كلام يا جدعان عادي يعني. شون سين سمعين؟ سمعين حضرتك. سمعين بس مش سمعين. وصوت واضح بس مش صورة. بانت؟ لا. ما فيش صورة. لا صورة. لا صورة. لا صورة. صوت بس. ما فيش صورة. دين هي شغالة. ما فيش حاجة خالص. دلوقتي ظهرت. طيب مش. طيب هي ما ظهرتش عندي. فيو بول بار 3 دي سنتر كيوب ايكوال 10 تو باور 3 دي ايكوال 10 باور 6 يعني. الصوت يا دكتور، صوت حضرتك قطع. هو بس المشكله هو النت، المشكله الرئيسيه في النت. البوت عندي مش ظاهر اصلا. الصوره مش ظاهره عندي. الصورة عندي زهرة. أنا عندي الصورة مش زهرة برضو. أنا كمان كاميرا عندكم. الصورة زهرة بس هي موجودة. هي موجودة. مش حاجة جديدة زهرة. أنت هذا بتكتب حاجة دكتور؟ هو إحنا صوته مش موجود أصلا. دكتور حضرتك بتكتب حاجة؟ يا الصورة عندنا ثابتة، اللي زهرة عندي ثابتة. أيوة. الصورة ثابتة. أيوة بالظبط، الصورة ثابتة، ما مش مكتوب عليها حاجة يعني، مش مكتوب عليها حاجة جديدة. بالظبط. طيب وكده. انا بحرك الصوره، باين ان انا بحركها قدامكم. لا 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 هي ثابته، ثابته زي ما هي عندي اصلا. هي 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 قولوا لي هي كتابه باينه ولا لا؟ لا كده اتخذت الصوره. الصوره فصل هو في صوره سودا بس. هي كده الصوره راحت خالص يا دكتور. ايوه كده كده ظهرت. ايه كده ظهرت كده ظهرت؟ ظهرت؟ اه طيب ظهرت ماشي. دكتور عندي انا واقفة. طيب ما هي كده بحركها يا باشمهندس، هتظهر لكم دلوقتي. خلاص أيوة تمام. ايوه كده تمام كده يا دكتور. ال 1 متر كيوب، ال 1 متر كيوب ايكوال 10 تو باور 3 دي سي متر كيوب ايكوال 10 تو باور 3 لتر ايكوال 10 تو باور 6 سنتيمتر كيوب. طيب نفس الكلام، طول ما انا ماشي يمين، يعني عايز احول من متر كيوب لدي سي متر كيوب، هضرب في 10 تو باور 3. تمام. طيب العكس قلنا هنعمل ايه؟ هنقسم على 10 تو باور 3. طب احنا نستنتج من هنا حاجه مهمه جدا، ان اللتر هو هو الدي سي متر كيوب. خلي بالكم لان هيبقى في مساله قدام على الجزء ده، يبقى اللتر هو هو مين؟ الدي سي متر كيوب. الاثنين مفيش فرق ما بينهم. طيب برضو عندي ان ال1 لتر ايكوال 10 تو باور 3 سنتيمتر كيوب، يعني عايز احول من ده لده، هضرب في 10 تو باور 3، العكس هقسم على 10 تو باور 3. خلاص يبقى احنا كده قلنا الفوليوم
هو الفوليوم افيلبل فور موشن اوف جاز موليكولز، قلنا هنشتغل بتو يونتس بس اللي هو الليتر وي الميتر كيوب. دكتور معلش ممكن حضرتك تعيد بس الكريتس تاني؟ طيب تاني بسرعه. يبقى احنا دلوقتي قلنا الفاكتورز اللي بتاثر على الجاز ثلاثه فاكتور: بريشر، ضغط، فوليوم، حجم. ثلاثه تمبريتشر درجه الحراره. جينا اول حاجه على البريشر. البريشر او ضغط الجاز جاي نتيجه ايه؟ الكولاجن بتاعه الجاز مع الوول بتاعه الكونتينر، تصادم جزيئات الجاز مع جدار الاناء. طب انا عندي كام يونت؟ عندي حوالي 6 يونت. طب انا اي يونت عندي لازم احولها يا اما الاتموسفير يا اما الباسكال. يبقى انا كل شغلي هشتغل بحاجتين بس، يا اتموسفير يا باسكال. بعد كده دخلنا على الفوليوم. طب الفوليوم هو الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز، الحجم اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات مين؟ الغاز. طيب هنا عندنا كام يونت؟ برضو عندي يونت كتير جدا. طب انا هشتغل بكام يونت؟ بتو يونت. يبقى انا هشتغل بتو يونت في البريشر اللي هم الاتموسفير والباسكال، وهشتغل بتو يونت بس في الفوليوم اللي هو الليتر وي الميتر كيوب. طيب تالت حاجه عندنا، يبقى احنا كده اتكلمنا على طبعا يا دكتور الفوليوم. انا ممكن اشتغل ممكن في برضه في الفوليوم اشتغل بالديمتر كيوب بالظبط، لان هو الليتر. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على البريشر، اتكلمنا على الفوليوم، فاضل هنتكلم على مين؟ على التمبريتشر درجه الحراره. طيب تعالوا نتكلم على التمبريتشر درجه الحراره. طيب التمبريتشر طيب كل شغلي في التمبريتشر يا باشمهندسين بيبقى بالدجري كلفن. كل شغلي في التمبريتشر بيبقى بالدجري كلفن، بشتغل بالدجري كلفن. طيب اهي الدجري كلفن. طب ازاي احول من سيليزيوس لكلفن؟ انا عندي ان التمبريتشر بالدجري كلفن بتساوي التمبريتشر بالدجري سيليزيوس بلس 273. يعني اي تمبريتشر عندي تيجي بالسيليزيوس اجمع عليها 273 عشان احولها لمين؟ لكلفن. يبقى بنشتغل بتو يونت في البريشر اتموسفير وباسكال، بنشتغل بتو يونت في الفوليوم ليتر وميتر كيوب، وبنشتغل بوان يونت في التمبريتشر اللي هي الكلفن. انا هفتح باب الاسئله دلوقتي، استنى بس شويه. خلاص يبقى بس احنا كده بسرعه نكتب. طيب بيكتب عندنا واضحه عندنا كمان يا دكتور بسرعه. عندنا مشكله عندك في النت في الانترنت. اه كده تمام خلاص. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه هي الثلاثه فاكتورز اللي بيأثروا على الجاز. طيب الجاز عندنا هنقسمها نوعين. في عندي ايديال جاز اللي هو المثالي، وفي عندنا ريال جاز اللي هو الحقيقي. طب ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز؟ هنعرف الفرق ده ان شاء الله لما ناخد الجزء بتاع الريال جاز. انا دلوقتي كل اللي عايزك تعرفه ان الجاز فيه منه نوعين ايديال وريال. امتى؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هنعرفه لما ناخد الجزء بتاع الريال جاز، هنعرف ايه الفرق ما بين الايديال جاز والريال جاز. طيب هو تاني كده بالنسبه للريال كانت يعني ايه؟ نعم معناهم ايه اصلا؟ معنى ايديال ايديال مثالي، ريال جاز يعني حقيقي. ايه الفرق ما بينهم؟ هنعرفه ان شاء الله لما ناخد الجزء بتاع الريال جاز. خلاص طيب قانون الايديال جاز ايه؟ يعني كل شغلنا دلوقتي هيبقى على ايديال جاز. قانونه ايه؟ بي في ايكوال ان ار تي، بي في ايكوال الان ار تي. طيب عايزين نعمل بروف او نثبت القانون ده، قانون الايديال جاز اللي هو بي في ايكوال ان ار تي، هنثبته ازاي؟ هنثبته عن طريق ثلاث قوانين تانيين. ايه هما؟ في قانون عندنا اسمه بويلز لو، قانون بويلز. طيب وفي قانون عندنا اسمه تشارلز لو، وفي قانون عندنا اسمه افوجادروز لو. يبقى احنا دلوقتي عندنا
ثلاث قوانين هنثبت منهم البي في بتساوي ان ار تي، بويل وتشارل وافوجادرو. بويلز لو هو عباره عن علاقه ما بين البريشر والفوليوم. باشوانسين، لو انا عندي بيستون بالمنظر ده مكبس، خلاص، كل ما زودت الضغط على المكبس الفوليوم هيحصل له ايه؟ يقل 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 انزل المكبس ديكريز ديكريز، فالحجم بتاع الغاز جوه هيحصل له ايه؟ هيقل صح. يبقى كل ما الضغط زاد كل ما الحجم ايه؟ يقل. يبقى ايه العلاقه ما بين البريشر والفوليوم؟ علاقه تمام. يبقى في از انفرسلي بروبورشنال مع البي، يعني الفوليوم يتناسب عكسي مع البي، كل ما الضغط زاد زودت الضغط على المكبس الحجم حصل له ايه؟ قل. بس باشوانسين ده لازم يكون ات كونستانت ايه؟ تمبريتشر صح. ليه؟ لان انا طالما هجيب علاقه ما بين حاجتين لازم اثبت الثالثه. مش احنا قلنا كم فاكتور بيأثر على الجاز؟ ثلاثه، بريشر وفوليوم وتمبريتشر. جبت علاقه ما بين الفوليوم والبريشر يبقى لازم اثبت التمبريتشر. خلاص. طيب نكمل. يبقى العلاقه هنا علاقه ما بين البريشر والفوليوم علاقه انفرسلي. طيب بالنسبه لتشارلز لو، تشارلز لو هو عباره عن علاقه ما بين الفوليوم والتمبريتشر. دلوقتي لو انا بسخن حاجه مثلا، يعني هندي مثال بسيط، مثلا بسخن حاجه، الحاجه دي بيحصل لها ايه؟ كده بتتمدد بتتمدد صح، والفوليوم بيزيد والغاز بيحصل له ايفابوريشن فالفوليوم هيزيد. يعني الفوليوم كل ما درجه حراره درجه الحراره زادت كل ما الفوليوم حصل له ايه؟ زاد. زيد. يعني الفوليوم يتناسب طردي مع دايركتلي مع التي. بس ات كونستانت مين؟ زي الفل، كويس جدا. طيب يبقى لو جينا رسمنا علاقه ما بين دكتور ممكن تعيد بتاع تشارلز لو تاني؟ هعيدها تاني دكتور ثانيه واحده. في حد عنده سؤال بس بسيط؟ تقفل المايك. ثانيه واحده. طيب باشوانسين معايا؟ ايوه. هرسم علاقه ما بين التمبريتشر والفوليوم، فالعلاقه هتبقى دايركتلي كل ما التمبريتشر زادت كل ما الفوليوم حصل له هيزيد. الباشمهندسه اللي كانت بتسال على تشارلز لو، باشمهندسه انت دلوقتي مثلا بتسخني حاجه، مش الحاجه دي بتتمدد؟ صح. ايوه. يبقى الفوليوم هيزيد. طب انت مثلا بتسخني ميه، مش كل ما تسخني الميه كل ما كميه البيبر اللي طالعه هتزيد؟ طيب يبقى الفوليوم بيزيد. يبقى انت عندك الفوليوم از دايركتلي بروبورشنال مع التمبريتشر، كل ما درجه الحراره زادت كل ما الفوليوم هيحصل له ايه؟ هيزيد. طب الفوليوم هو عباره عن علاقه ما بين، او سوري افوجادروز لو هو عباره عن علاقه ما بين الفوليوم والنمبر اوف مولز. يبقى احنا كده هندخل في حاجه جديده. يبقى هو عباره عن علاقه ما بين الفوليوم ده مثال ايه؟ الفوليوم والنمبر اوف مولز. طيب قبل ما نقول العلاقه ما بين الفوليوم والنمبر اوف مولز، النمبر اوف مولز دي اللي هي عدد المولات. طيب تعالى مثلا نتخيل مثلا حاجه، انت مثلا بتنفخ بالونه، كل ما تدخل غاز كل ما الحجم هيحصل له ايه؟ هيزيد. صح. يبقى الفوليوم از دايركتلي بروبورشنال مع النمبر اوف مين؟ النمبر اوف مولز. خلاص. طيب فاحنا دلوقتي عندنا ثانيه يا دكتور معلش ثاني النمبر انت عندك حاجه دلوقتي عمال تدخل فيها عدد غازات، عدد مولات من الغاز، عدد مولات عدد مولات، حجم الحجم هيحصل له ايه؟ حجم الغاز هيزيد. مش انت عمال تدخل غازات عمال تدخل غازات فالحجم هيحصل له ايه؟ هيزيد. تمام. تمام. يبقى احنا دلوقتي احنا بنثبت القانون ده اللي هو بي في ايكوال ان ار تي. طيب قلنا هنثبته عن طريق ثلاث قوانين، بويلز تشارل افوجادرو. طب تعالى كده نجمعهم مع بعض. طيب هنلاقي ان الفوليوم از انفرسلي بروبورشنال مع البي، صح، على علاقه عكسيه مع البي، وعلى علاقه طرديه مع التي، وطردي برضو مع مين؟ مع الان. مع الان.
خلاص. يبقى انت عندك البي في البي is directly proportional مع الان في التي. تمام صح. تمام. طيب انا احنا اتعلمنا علشان نشيل علاقة التناسب نحط ايه؟ ثابت كونستنت. يبقى البي في البي البي في البي تمام ايكوال كونستنت في الان في التي. طيب الكونستنت ده قالولنا هنحطه اللي هو حاجه اسمها الان ار اللي هو الار. هنعرف ايه هو الار دلوقتي. فهمتوا البي في بتساوي ان ار تي ده جه منين؟ تمام. دكتور ممكن ناخد حته تاني عيدها تاني. يبقى باشمهندسين احنا قلنا الجازس عندنا منها كم نوع؟ نوعين ايديال ومين؟ ريال. ايديال وريال. طيب قلنا الايديال قانونه ايه؟ بي في ايكوال ان ار تي. عشان نثبت القانون ده اللي هو بي في ايكوال ان ار تي عملنا جبناه من ثلاث قوانين تانيين بويلز وتشارلز ومين؟ بويلز. تمام البويلز بويلز ان الفوليوم يتناسب عكسي مع البريشر اهو. كل ما الضغط زاد كل ما الحجم هيحصل له ايه؟ انا عمال اضغط في حاجه فحجمها هيقل. طيب تشارلز لو بيقول ايه؟ ان الفوليوم يتناسب طردي مع مين؟ تمبريتشر. والافوكادو بيقول ان الفوليوم يتناسب طردي مع النمبر اوف مولز. يبقى لو جينا جمعنا الثلاث قوانين دول كده مع بعض اهم خلاص هيدونا ايه في الاخر؟ هيدونا ان الفي يتناسب عكسي مع البي طردي مع التي طردي مع الام. يبقى البي في الفي از دايركتلي مع الان في التي. يبقى البي في الفي بتساوي كونستانت ان في تي. شلنا الكونستانت وحطينا ايه؟ حطينا ار. ار. دكتور بعد اذنك عندي سؤال. اتفضلي. هو انا ازاي حطيتهم كلهم في ماثيماتيكال ريليشن واحده والكونستانت بتاعتهم مختلفه؟ تمام. ما هو انا دلوقتي لو قلت كونستانت تي يبقى التي اتشالت من القانون صح؟ تمام. لو قلت كونستانت في فالبي اتشالت من القانون. لو قلت كونستانت بي فالبي اتشالت من القانون. فهي دلوقتي كلهم فاريبل طالما حطيت بي دي بتساوي ار تي. انما لو هساوي حاجتين ببعض وانا عامل ده كونستانت وده كونستانت فالتي هنا هتروح مع التي هنا. وصلت؟ هو ليه الحجم بتاعه مع درجه الحراره؟ طيب نكمل. عندي سؤال يا دكتور بعد اذنك. اتفضلي. وانا في بجد لو مفيش اي يعني نعم افوكادو لو ما فيش اي كونديشنز اي حاجه. ما هو دايما انا بثبت الحاجه الثانيه. يعني انا جبت علاقه ما بين البي والان فهثبت مين ومين؟ تمبريتشر والبريشر. تمام خلاص. يبقى ده كده افوكادوز لو ات كونستانت بريشر اند مين اند تمبريتشر. طالما جبت علاقه ما بين حاجتين يبقى بثبت كل حاجه ثانيه. وصلت؟ دكتور اتفضلي. هو الاثبات ده علينا ان احنا نحفظه كده كل حاجه بكتبها في المحاضره عليكم. ماشي ماشي دكتور. هو معلش سؤال ممكن في سؤال؟ اتفضل. دكتور دلوقتي مش عدد افوكادو ده ثابت؟ انا لسه ما دخلتش في عدد افوكادو. هو الان ده مش بتعبر عن افوكادو؟ الان ده زي ما قلت النمبر اوف مولز اهي. اصبر شويه هتعرف. انت كويس ان انت واخد بالك انت كده مركز. فالان هو النمبر اوف مولز اهو. نمبر اوف مولز. الار الار ده هو عباره عن الار ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها اليونيفرسال universal gas constant اللي هو الثابت العام لمين؟ الثابت العام للغازات. طب احنا هو ده في القانون العام للغازات اللي خدناه في ثانوي بالظبط. طيب نكمل. دكتور هي البنت اللي سالت حضرتك ازاي جمعنا كل الكونستانت في قانون واحد؟ معلش ما سمعتش اجابه حضرتك تاني يا باشمهندس. انا دلوقتي هو القانون كده يعتبر كل اللي فيه فاريبل. امتى يعني انا دلوقتي مثلا لو جيت قلت لك ايه مثلا مش القانون بتاعك بي في ايكوال ان ار تي صح؟ لو قلت مثلا بي 1 في 1 على ان 1 تي 1
بتساوي بي 2 في 2 على ان 1 تي 2 او على ان 2 تي 2. لو قلت لك كونستانت تي هعمل ايه؟ التي من هنا هتروح مع التي من هنا صح؟ ايوه. لو قلت لك كونستانت في، الفي من هنا هتروح مع الفي من هنا، في 1 هتروح مع في 2. معلش فهمت حاجه؟ ايوه فهمتك يا سلام، شكرا. تمام. طيب يبقى احنا كده باشمهندسين ده القانون اللي احنا واقفين عنده دلوقتي. احنا اتكلمنا على البريشر صح؟ تمام. اتكلمنا على الفوليوم، اتكلمنا على التمبريتشر، فاضل ان احنا هنتكلم على مين؟ نمبر اوف مولز. نمبر اوف مولز ومين؟ يونيفرسال جاس كونستنت. تمام. نمبر اوف مول وار. طيب تعالوا هنتكلم على اول حاجه اللي هو النمبر اوف مولز. يونيفرسال جاس كونستنت الان النمبر اوف مولز. ريتني في المايك يا جماعه. النمبر اوف مولز، النمبر اوف مولز ايكوال ايه؟ نمبر اوف مولز ايكوال ويت اوفر المولكيولر ويت. بنكتب اختصارها بالمنظر ده، ويت على مولكيولر ويت. خلاص. طيب يعني ايه برضو الكلام ده؟ لو جيت مثلا قلت لك ايه مسألة مثلا، يعني حاجة بسيطة كده، كالكوليت كالكوليت مثلا، ممكن بدل ويت يبقى ماس. هقول حالا دلوقتي كالكوليت زي number of moles او كالكوليت number of moles مثلا ان 10 جرام موتر. انا عايز احسب مين؟ عايز احسب النمبر اوف مولز. خلاص عايز احسب مين؟ دكتور النمبر اوف جرام. وانا هتعمل اقول هقول ثانيه واحده. طيب دكتور مش لازم يكون عندنا الكتله الموليه للميه، فاقسم الكتله الموجوده عندي على الكتله الموليه للميه. اصبر وانا هقول لك كل حاجه. خلاص. طيب النمبر اوف مول ويت على مولكيولر ويت، الويت اللي هو مين؟ ال10 جرام اللي عندنا، اللي هو الوزن اللي انا مديهولك 10 جرام 20 جرام 30 جرام، الوزن اللي عندي ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للويت. طب بالنسبه للمولكيولر ويت، ايه تعريف المولكيولر ويت؟ 18 باين. المولكيولر ويت هو عباره عن السميشن اوف اتوميك ويت of all atoms present in present in molecule. يعني ايه؟ يعني ايه؟ دلوقتي انا عايز احسب المولكيولر ويت مثلا بتاع ال NaCl. فانا باجي اديك في المساله، انا بديك الكلام ده ان الصوديوم الاتوميك ويت بتاعه 23، طب الكلورايد ب 35.5. طب ازاي احسب المولكيولر ويت؟ انا هنا عندي كام Na في ال NaCl؟ عندي كام Na؟ واحده. يبقى واحد في الصوديوم بكام؟ 23. يبقى 23 بلس عندي كام Cl؟ واحدة. 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 بكام؟ 35.5. ده كده هيطلع بكام؟ ب 58.5. 58.5. خلاص؟ يا دكتور يعني احنا جاب ان اي سي ال في 2 قبليها، كنا نعمل all times 2؟ لا. المولكيولر ويت انا بتكلم على وزن المولكيولز الواحد. وزن الجزء الواحد. ده سؤالك كويس. يبقى انا لما اقول مولكيولر ويت يبقى انا بتكلم على وزن مين؟ اللي باشمهندس سال. ماليش دعوه بالمولكيولز الواحده. المولكيولز الواحده ماليش دعوه بالعدد اللي جنبها ايه. خلاص. طيب لو جيت قلت لك انا عايز احسب مثلا احسب المولكيولر ويت بتاعه الصوديوم كربونيت ال Na2CO3 ده هحسبه ازاي؟ انا هديك برضه الصوديوم 23
الكربون 12 الاكسجين 16 طيب معلش يا دكتور معلش يا دكتور ثانيه ممكن بس المايكات يعني تنبه عليها باشمهندسين مش عايز حد يفتح المايك غير اللي اقول له عليه خلاص طيب انا عايز دلوقتي مثلا مين عايز ابانوب يوسف يقول لي دي فين ابانوب ايوه دكتور قول لي دي ابانوب انت عندك كم صوديوم اتنين صوديوم اتنين في 23 23 بلس عندك كم كربون واحد هتبقى زائد 12 12 عندك كم اكسجين 3 هتبقى زائد 3 في 16 دي هتطلع ب 106 فهمنا ازاي بنحسب الموليكولار ويت خلاص طيب ممكن برضو اقول ان النمبر اوف مول النمبر اوف مول نمبر اوف مول ايكوال ماس على المولر ماس الباشمهندسه اللي سالت نمبر اوف مول بيساوي مين ماس على المولر ماس انتوا سامعيني ولا لا معاك يا دكتور ايوه تمام يا دكتور سامعين نمبر اوف مول ايكوال ماس على المولر ماس اهو احنا في الكيمياء هنعتبر ان الويت هو الماس مفيش فرق خلاص الويت هو مين الماس مفيش فرق والمولكولر ويت هو المولر ماس انا هقول لكم ايه الفرق ما بين المولكولر ويت والمولر ماس بس ده مش هيفيدنا في حاجه طيب ايه هو المولر ماس المولر ماس هو عباره عن المولكولر ويت اكسبريسد ان جرام يعني ايه يعني انا دلوقتي مثلا قلت هنا ان المولر ماس او المولكولر ويت بتاع الان اي سي ال 58.5 ايه حاجه اسمها الاي ام يو اللي هو الاتوميك ماس يونت طيب الصوديوم كربونات 106 المولكولر ويت بس اتوميك ماس يونت طب لو عايز احسب المولر ماس اهو لو عايز احسب المولر ماس بتاع الان اي سي ال هو برده 58.5 بس 58.5 ايه جرام طب لو المولر ماس بتاع الصوديوم كربونيت هو برضو ال106 بس 106 ايه جرام يبقى ده الفرق ما بين المولكولر ويت والمولر ماس حد عنده مشكله في الكلام ده تمام يعني طبعا مفيش فرق يعني مفيش فرق يبقى انا اقول ماس على مولر ماس او ويت على مولكولر ويت خلاص علشان ما تلخبطش نفسك ويبقى كله بالجرام هتقول ماس على المولر ماس طيب تعال نحل بقى المساله دي او الاكزامبل ده انا عايز احسب النمبر اي ام يو تختار ايه اتوميك ماس يونت تمام اهي اتوميك وحده الكتل الذريه ماس يونت خلاص طيب تمام النمبر اوف مولز قلنا عباره عن ايه ماس على مين مولر ماس مولر ماس الماس هنا بكام؟ الماس بعشرة بيتين الوزن اللي هو الدهون صح؟ طيب المولر ماس بتاع الـ H2O أنا عندي 18 هيدروجين 18 والأكسجين بـ 16 يبقى أنا عندي 2 في 1 بلس 1 في 16 يبقى دي هتطلع 10 على 18 في مشكلة؟ فاهمين ولا لأ؟ تمام يبقى احنا كده اتكلمنا على القانون بتاعنا اللي هو بي في ايكوال ان ار تي باشمهندسين البريشر بيشتغل بكام يونت اتنين الفوليوم بيشتغل بكام يونت اتنين اللي هما متر كيوب متر كيوب زي الفل التمبريتشر بشتغل بكام يونت بوان يونت كلفن تمام بشتغل بيونت واحدة اللي هي مين كلفن الكلفن
دكتور لو سمحت. دكتور. نعم. ثانية واحدة. هو السؤال الأخير ده الإجابة الأخيرة كانت كم؟ طيب الإتش دي إيه؟ 10 على 18. شكرا. دكتور. ثانية واحدة يا باشمهندس. مهندس محمد ممكن تقفل المايك بس عشان في صوت حواليك. هو مش من عندي. هو مش عندي. نقفله برضه معلش. عامة اي حد فتح المايك غير الدكتور يقفله لو ما عندوش سؤال. يا جماعه اللي بيهمس ده صوته واضح. عايز اسالكم سؤال بس. هو انا دخلت بس المحاضره متاخر فممكن بس حد يقول لي على اليونتس بتاعه البي والفي؟ طيب باشمهندس اللي بيتكلم ثواني وانا هقول لك. يا دكتور هو هيبقى فيه بي دي اف للمحاضره؟ هيبقى فيه كل حاجه ما تقلقوش. الصوره اختفت يا دكتور. طيب ماشي ثانيه واحده. باشمهندسين معايا؟ معاك يا دكتور. حضرتك يا دكتور بس مفيش صورة. معاك يا دكتور. مفيش صورة؟ مفيش صورة. مفيش صورة. مفيش صورة. واضحة. ثانية. صورة. ثانية واحدة. كده. لا. اه تمام. اه كده تمام. تمام. طيب تمام. كده واضحة. تمام. يبقى احنا باشمهندسين اتكلمنا على ايه؟ بي في بتساوي مين؟ ان ار تي. اتكلمنا على بي اتكلمنا على في واتكلمنا على بي في ان ار لين باقي الار ال تي واتكلمنا على الان صح؟ قلنا التي هنشتغل كام يونت؟ معلش ديجري كلفن. الباشمهندس اللي دخل متاخر البريشر بشتغل ب 2 يونت اتموسفير وباسكال. الفوليوم بشتغل ب 2 يونت لتر ومتر كيوب. شكرا. التمبريتشر بشتغل بيونت واحده اللي هي الكلفن. طب النمبر اوف مول بنحسبه ازاي يا باشمهندسين؟ ويت على ماس على مولر ماس على مولر ماس. خلينا مركزين على ماس على مولر ويت. طيب ماشي. يعني دايما نقول ماس على مولر ماس خلاص. فاضل ان احنا هنتكلم على مين دلوقتي؟ الار. نتكلم على الار. طيب نبتدي في الار. الار دي زي ما قلنا بنسميها اليونيفرسال جاز كونستانت صح؟ الثابت العام لمين؟ للجازات. طيب الار عشان احسبها بحسبها عند حاجه اسمها الاس تي بي خلاص. يبقى الار عشان احسبها بحسبها عند حاجه اسمها ايه؟ ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. بالظبط اس تي بي. الاس تي بي ده اللي هو ايه؟ ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. تمام. ستاندرد تمبريتشر
and مين؟ pressure and pressure. pressure يبقى باشمهندسين مين اللي استندر عندي؟ التمبريتشر والبريشر بس. خلاص؟ طيب عند الاس بي يعني ايه استندر؟ حاجه مثاليه ده قياس ثابت صح؟ حاجه ثابته. طيب عند الاس بي اول ما الاقي كلمه اس بي في المساله دي معناها ايه؟ ان البريشر 1 اتموسفير. خلاص؟ البريشر كام؟ البريشر كام؟ 1 اتموسفير. 1 اتموسفير تمام. التمبريتشر 0 ديجري سيليزيوس. خلاص؟ اللي هي 273 زي الفل. دكتور ايه دي الشروط بتاعته؟ دي الشروط بتاعته. يبقى باشمهندسين يبقى انا عشان احسب الار بحسبها عند حاجه اسمها ايه؟ اس تي بي. اس تي بي ايه هو الاس تي بي؟ اللي هو الستاندرد تمبريتشر اند بريشر. يعني مين الـ مين الـ مين الكونستانت اللي عندي؟ بريشر تمبريتشر بس هنزود حاجه اف وحط تحت كلمه اف دي 100 خط. اف النمبر اوف مول ايكوال 1 الفوليوم ايكوال 22.4 لتر. يعني ايه اف؟ معنى كلامي ان النمبر اوف مول لو اتغير الفوليوم مين؟ يتغير. يعني لو حطيت ان النمبر اوف مول ايكوال 2 يبقى الفوليوم 44.8 زي خلاص. يبقى في الاس تي بي الكونستانت حاجتين بس، حاجتين بس مين؟ تمبريتشر وبريشر. طيب انما النمبر اوف مول والفوليوم بيتغيروا بس الاثنين مرتبطين ببعض. لو النمبر اوف مول 1 يبقى الفوليوم 22.4، لو النمبر اوف مول 2 يبقى الفوليوم 44.8، لو النمبر اوف مول 3 يبقى نضرب ده يبقى 67 وحاجه. خلاص اوكي. طيب تعالوا بقى نحسب قيم الار اللي عندنا. هنحسب قيم مين؟ الار. طيب الار احنا قلنا ايه قانون الار او الار هتتحسب ازاي؟ بي في على ان بي في ايكوال ان ار تي صح. بي في على ان تي صح. ان تي طيب على ان تي تمام. البريشر بكام في الاس تي بي؟ 1 صح. الفوليوم كام؟ 22.4. طيب النمبر اوف مول 1. بس انتوا ما عجبتونيش في حاجه، المفروض تقول لي الفوليوم 22.4 وتلزق فيها لو النمبر اوف مول ب 1. بناء على لما اقول في الاس تي بي الفوليوم كام ما حدش يقول لي 22.4، تقول لي 22.4 لو كان النمبر اوف مول بكام؟ 1. طيب والتمبريتشر 273 ديجري كلفن صح؟ لو جينا حسبنا الكلام ده هيطلع بكام؟ هيطلع 0.082 اتموسفير في لتر على المول في الكلفن. اتموسفير في لتر على مول في مين؟ في الكلفن. طيب تعالوا نحسب قيم ثانيه للار. دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل. هو الار ده ما ينفعش احسبه غير عند الاس تي بي صح؟ بس صح؟ يعني القيم دي عند الاس تي بي بس هو كونستنت. هو كونستنت. تمام؟ هقول لك دلوقتي امتى بستخدم ده، نذكر ثانيه واحده. طيب الار الثانيه بي في. طب دكتور سؤال ثانيه واحده اخلص وهشوف اسئلتكم. طيب الار الثانيه بي في على ان تي. طيب عايز حد يرد، هو احنا اتفقنا ان احنا بنشتغل في البريشر بكام يونت؟ يونتين. تو يونت باسكال. دي الاتموسفير صح. واحد اتموسفير هتساوي كام باسكال؟ تعالى نرجع. 1 هتساوي 1 3 0 1
تساوي كام؟ 1 اسمير 1 سيت و 5 باسكت صح؟ تمام اهو يبقى 1 اتموسفير 1.1 ثانيه واحده سوري باسكال صح؟ طيب قلنا الفوليوم يبقى احنا هنا في الفاليو دي اللي انا مشاور عليها دي اشتغلنا البريشر بكام؟ من الباسكال 22.4 وفي ان هو واحد الاتموسفير صح؟ انما في الثانيه اشتغلنا البريشر بايه؟ من الباسكال. طيب في الاولانيه دي اللي انا مشاور عليها دي اشتغلنا الفوليوم بايه؟ بالليتر. بالليتر قلنا ايه اليونت الثانيه اللي احنا ممكن نشتغل بيها؟ متر كيوب. متر كيوب. متر كيوب. نحول ده لمتر كيوب ازاي؟ يبقى 22.4 في مين؟ كم في 10 سالب 10 تو باور نيجاتيف 3 نيجاتيف 3. تعالوا نرجع لها اهي، انا عايز احول من لتر لمتر كيوب اهي، يعني انا بعمل ايه؟ فين لتر؟ انا راجع صح؟ اه انا بقسم ولا بضرب؟ بقسم. بقسم على 10 تو باور 3، يعني كاني بضرب في 10 تو باور نيجاتيف 3. في مشكله؟ لا تمام، ده كده بالمتر كيوب. دكتور هو هنا ينفع نسيبها باللتر عادي؟ هقول لك دلوقتي، اصبر بس عليا ثانيه واحده بحاول اخلص. خلاص 10 تو باور نيجاتيف 3 متر كيوب. طيب النمبر اوف هول احنا خدنا ليه كام يونت؟ واحد. 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 صح؟ واحد. طب والتمبريتشر خدنا ليه كام يونت؟ واحد. 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 لا احنا قلنا كل شغلنا بالكلف صح؟ اه احنا كل شغلنا بالكلف 273 ديجري كلفن. لو جينا حسبنا الكلام ده هلاقيه بيطلع بكام؟ ب 8 ثانية واحدة عشان سين شباب بعد اذنكم ممكن اللي مش بيجاوب يقفل المايك علشان في شرشره جامده. ماشي ماشي الصورة مش موجودة ليه؟ ثانية واحدة رجعت لكم الصورة؟ اه كده تمام ماشي معلش بس احنا المحاضرة دي اتأخرنا فيها عشان ايه؟ لحد بس ما نظبط الطريقة اللي تعجبكم في الشرح لان يعني لسه موضوع الاونلاين جديد عليه. دي كويسه يا دكتور عجبك يعني؟ اه دي احسن. اه هو الخط مش واضح قوي يا دكتور. حلوه قوي الخط ده يا دكتور. حلوه بس دي احسن طريقه. طيب ايكوال دكتور هو حضرتك اللي هتبقى معانا في اللاب. هنشوف الموضوع ده يعني اللي بيديكوا اللاب المعيدين بس احنا هنبقى موجودين يعني الدكاتره موجودين وانا هبقى موجود ان شاء الله. طب مفيش لابات الاسبوع ده صح؟ طيب ممكن نخلي اي كلام بره المحاضره لحد ما نخلص المحاضره. ده. تمام. طيب لو جينا حسبنا الكلام ده هلاقيه طلع بكام؟ ب 8.314
طب اليونت ايه؟ باسكال في متر كيوب على المول في الكلفن، صح؟ طب مش الباسكال ده هو النيوتن على المتر سكوير في متر كيوب على المول في الكلفن، صح؟ فالمتر سكوير هيروح مع الكيوب، هيفضل نيوتن في المتر اللي هو مين؟ الجول على المول في الكلفن. طيب يبقى احنا كده، ركز بقى قوي في الكلام اللي هقوله ده. الصوت مش واضح؟ واضح الصوت؟ لا واضح واضح. تمام. واضح ده. طيب الار باين. طيب خلاص الار دكتور احنا كده ليه خدنا ليها قيمتين دكتور؟ اقول لك تحويل تاني ثانيه واحده. ايوه احنا قلنا الار ايكوال ايه؟ بي في على ان تي، صح؟ اهو 8.314 باسكال، ادي الباسكال بتاعتك في متر كيوب على المول في الكلفن. الباسكال هو هو النيوتن على المتر سكوير في متر كيوب على المول في الكلفن، فالمتر سكوير هيروح مع مين؟ مع المتر كيوب. فالسكوير راح مع الكيوب، فضل نيوتن في المتر اللي هو مين؟ الجول، اللي هو الجول. طيب يبقى احنا كده الار ليها قيمتين احنا خدناهم، ايه هما؟ يا اما دكتور ممكن تعيد الحته بتاعت الجول دي اللي فاتت على طول؟ بصي يا باشمهندس، مش انت عندك اليونت ادي باسكال اهي، شايفاها معايا؟ باشمهندس اللي سالت. ودي المتر كيوب اهي، ودي المول اهو، ودي الكلفن اهي، يبقى باسكال في متر كيوب على المول في مين؟ في الكلفن. الباسكال احنا قلنا ليه يونت تانية تساويه اللي هي مين؟ ردي نيوتن على متر مربع. لا الباشمهندسه اللي سالت ترد. انترا مين انترا واقفه اصلا ما بتتحركش خالص؟ الصوره تمام عندي. ايوه الصوره واقفه دلوقتي، انا مش في حاجه. طيب اهو انا بحركها اهو كده، شايفه؟ اهو كده تمام. لا. طيب الباسكال ايكوال ايه؟ المشكله هتلاقي عندك مشكله في النت. الباسكال ايكوال ايه؟ نيوتن على المتر سكوير، ماشي؟ فين الباشمهندسه اللي سالت؟ ايوه ايوه انا بسمع حضرتك. الباسكال ايكوال نيوتن على المتر سكوير معايا في متر كيوب على المول في الكلفن، فالمتر سكوير هيروح مع الكيوب، هيفضل عندك مين؟ نيوتن في المتر اللي هي الجول. تمام وصلت؟ ماشي تمام. تمام. طيب الار زي ما قلنا يا باشمهندسين عندنا ليها قيمتين، يا اما 0.082 اتموسفير في لتر على المول في الكلفن، يا اما 8.314 صح؟ مين؟ باسكال في متر كيوب على المول في الكلفن. طيب امتى استخدم دي وامتى استخدم دي؟ هستخدم دي امتى؟ هستخدم دي لما كان البريشر، يعني انا جبت الفاليو دي لما كنت شغال البريشر بايه يا باشمهندسين؟ اتموسفير. والفوليوم كان بايه؟ بالمليتر. طب ولما جبت الفاليو دي جبتها امتى؟ لما كان البريشر باسكال. باسكال والفوليوم متر كيوب. متر كيوب. يبقى باشمهندسين يبقى عرفتوا امتى هستخدم الباسكال وامتى هستخدم الاتموسفير. يبقى انا دلوقتي الثلاثه دول ما ينفعش افرقهم عن بعض. بمعنى ايه؟ لو انا استخدمت البريشر بالاتموسفير، انا بمزاجي اهو اشتغلت البريشر بالاتموسفير، هيبقى غصب عني اشتغل الفوليوم باللتر، هيبقى غصب عني اشتغل الار 0.082. اتفقنا؟ طيب تمام. انا اشتغلت الفوليوم بالمتر كيوب، انا براحتي، انت مخير في واحده، اشتغلت الفوليوم بالمتر كيوب، يبقى غصب عني اشتغل البريشر بمين؟ بالباسكال. تمام. غصب عني اشتغل الار بمين؟
بال 8.8.3 فاهمين حاجه ولا مش فاهمين حاجه؟ فاهمين. انا لقيت يا دكتور لو جاب واحده من هنا واحده من هنا احولها انا بالظبط ينفع استخدم اتموسفير مع متر كيوب؟ لا لا ما ينفعش. انا حاول دول ما يتفرقوش عن بعض اهو دول كده ما يتفرقوش عن بعض ودول كده ما يتفرقوش عن بعض. تمام خلاص تمام تمام وصلت وصلت تمام وصلت. طب افرض عندي اداني اتموسفير وفوليوم متر كيوب احول واحده من الاثنين يا اما احول الاتموسفير لباسكال واخلي الفوليوم هو هو بالمتر كيوب يا اما احول المتر كيوب لليتر واخلي البريشر هو هو بمين بالاتموسفير. اهم حاجه طالما بريشر اتموسفير فوليوم لتر ار 0.082 بريشر باسكال فوليوم متر كيوب الار 8.314 خلاص دكتور معلش بس او انا النت عندي فصل من اول فوليوم هو انت حضرتك قلت ايه بعد كده يعني كعناوين بس؟ انا قلت كتير لا كعناوين بس. طيب بص يا باشمهندس احنا خدنا الفوليوم وبعد كده دخلنا على التمبريتشر خلاص. أيوة. التمبريتشر انت معايا؟ ايوه ايوه معايا. التمبريتشر بالديجري كلفن شايف؟ اه. طيب بعد كده الجاز قلنا في منه نوعين ايديال وريال. الايديال قانونه بي بي بتساوي ان ار تي ماشي. طيب جينا ايه الفرق ما بين الايديال والريال؟ ده قلنا ان شاء الله هنعرفه لما ناخد مين الريال جاز خلاص. بس كل اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان قانون الايديال جاز بي في بتساوي ان ار تي ماشي. طب ازاي اثبت القانون ده؟ عشان نثبت القانون ده هنثبته عن طريق ثلاث قوانين اللي هم مين بويل وتشارل وافوجادرو. بويل فوليوم يتناسب عكسي مع البريشر كل ما ضغطت على حاجه مش كل ما حجمها قل حجمها يقل تمام. طب تشارل فوليوم يتناسب طردي مع التمبريتشر. طب افوجادرو الفوليوم يتناسب طردي مع النمبر اوف مول تمام. فلو جينا جمعنا الثلاث قوانين دول مع بعض يبقى الفوليوم يتناسب مع واحد على بي في التي في الان وبعد كده يبقى البي في الفي يتناسب طردي مع الان في التي شلنا علامه التناسب وحطينا كونستانت يبقى البي في بتساوي ان ار تي ماشي تمام. جينا احنا كده اتكلمنا على البريشر واتكلمنا على الفوليوم واتكلمنا على التي. الان هي النمبر اوف مولز والار ده كونستانت. طيب ازاي بحسب النمبر اوف مولز؟ ايوه ويت على موليكولر ويت او ماس على مولر ماس على مولر ماس. طب ازاي احسب الويت ده اللي هو الوزن اللي عندك 10 جرام 20 جرام يعني الويت هو هو الماس القانونين زي بعض ويت على موليكولر ويت او ماس على مولر ماس الاثنين زي بعض تمام تمام. طيب الموليكولر ويت ده بحسبه ازاي؟ هو المجموع الاتوميك ويت يعني انت عندك هنا ان اي سي ال ان ايه 23 والكلور ب 35.5 يبقى عندك واحده صوديوم يبقى 1 في 23 زائد 1 في 35 بالظبط وتقسم الماس على المولر ماس هيديك مين النمبر اوف مولز ماشي تمام. بعد كده الار بقى الار دي اسمها اليونيفرسال كاز كونستانت بنحسبها عند حاجه اسمها الاس تي بي. طب الاس تي بي ستاندرد تمبريتشر اند بريشر البريشر بكام 1 1 1 اتموسفير بريشر 1 اتموسفير بزيرو يعني ايه ستاندر يعني قيم ثابته يعني البريشر والتمبريتشر بس اللي ثابتين عند اي اس تي بي. اول ما الاقي كلمه اس تي بي في المساله ده معناه ان البريشر ب1 والتمبريتشر بكام بصفر بزيرو اللي هي مثل لو النمبر اوف مول كان 1 يبقى الفوليوم 22.4 لتر. يعني ايه لو يعني ممكن النمبر اوف مول يتغير بس لو النمبر اوف مول يتغير الفوليوم هيحصل له ايه هيتغير بالظبط يعني بقى 2 يبقى الضعف خلاص. فجينا حسبنا الار قلنا الار بي بي على ان تي. طيب هعوض بقى بالقيم اللي عندي ادي البريشر 1 اتموسفير الفوليوم 22.4 لتر لما يكون النمبر اوف مول بكام 1 اهو 22.4 لما يكون النمبر اوف مول ب 1 والتمبريتشر 273 تمام ماشي تمام. احسب القيم الثانيه للار ازاي ازاي؟ يا اما مش احنا قلنا البريشر 2 يونت اتموسفير يا باسكال؟ ادي اتموسفير اهو. طب الاتموسفير ده بيساوي كام باسكال؟ 101325 تمام. الفوليوم يا اما بالليتر يا اما بمين؟ بالمتر كيوب بالليتر متر كيوب. ف
22.4 لتر هي 22.4 في 10 باور نيجاتيف 3 متر كيوب. تمام صح. طيب النمبر اوف مول هو واحد ودرجه الحراره دايما بالكلفن. فلما حسبنا الكلام ده طلعت تو فاليو للار اللي هو يا اما الفاليو دي يا اما الفاليو دي. امتى استخدم ال 0.02؟ اهي لما كنت شغال البريشر بالاتموسفير والفوليوم باللتر. طب امتى اشتغل بال 8.314؟ لما اشتغلت البريشر بالباسكال والفوليوم بمين؟ بالمتر كيو. فاهم حاجه؟ ايوه تمام خلاص مش عايزين بقى نضيع وقت تاني. معلش هو ممكن احفظ الرقمين دول خلاص اللي هو بتاع الار صح. أيوة كده تمام. بس ممكن اجي في المساله اقول لك انت جبتهم منين. تمام. ايوه يا دكتور ما الحته دي بقى يعني حضرتك قلت لو اداني اتموسفير مثلا مع متر كيوب لازم احول واحده للثانيه. طب ما هم أيوة كده الرقمين ثابتين. ما هو الرقمين ثابتين بس افرضي ان انا قلت لك احسبي لي قيم الار اثبات كبروف يعني. طيب غير ده بقى يعني المساله مش هتسالنا عن قيمه الار صح يا دكتور؟ لا في هنشوف مساله دلوقتي دكتور. ممكن سؤال يا دكتور؟ هنوصل نفس الناتج صح بنفس الحاليه هنوصل نفس الناتج ما عملنا هنوصل مش عايز اسئله دلوقتي عشان بس نلحق خلاص لان المحاضره طولت. اتفضل اتفضل باشمهندسين. هناخد تو نوتس صغيرين كده وبعد كده هحل معاكم مسالتين بسرعه. طيب يا دكتور النوتس الاولانيه انتوا عارفين القانون ده بي في بتساوي مين؟ ان ار تي صح. بي في بتساوي ان ار تي. انا اقدر اشيل النمبر اوف مول واحط مكانها ايه؟ موليكولر ويت ماس على مولر ماس على مولر ماس في الار في التي صح. الماس على مولر ماس. لو جيت قسمت المعادله دي على الفي على الفوليوم قسمت على الفوليوم ماشي يبقى البي بتساوي مولر ماس الفوليوم وقسمت ده على الفوليوم ايه اللي هيحصل؟ الفوليوم ده هيروح على مين؟ مع الـ 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 مش عايز صوت. مش عايز صوت. الفي دي هتروح مع الفي دي صح؟ ايوه. والام أيوه. مع الفي. مش انتوا خدتوا قانون في الثانوي ان الدنسيتي ايكوال ماس على فوليوم؟ يبقى الفي راحت مع الفي فضل البي. والماس على الفوليوم اقدر اشيلها واحط مين؟ دي. هيفضل مين؟ ار تي على ام. ده لو انا قانون عايز استخدم فيه مين؟ دكتور وايه دي ده؟ مش انا مش فاهم ايه دي ده. خلاص مش عايز صوت. مش انت عندك بي في بتساوي ان ار تي؟ مش انت عندك بي في بتساوي ان ار تي؟ شلت النمبر اوف مول وحطيت مكانها ماس على مولر ماس. حد عنده مشكله؟ تمام. لا قسمت المعادله على الفي هقسم الناحيه دي على في وهنا على في. ايه اللي هيروح؟ في هتروح مع الفي اهي صح. هيفضل هنا مين في الجزء ده؟ البي البريشر بس اهي. انتوا خدتوا قانون ان الدي دي هي الدنسيتي الكثافه والكثافه بتساوي ماس على فوليوم صح. اقدر اشيل الماس على الفوليوم واحط مكانها مين؟ الكثافه. هيفضل عندك ايه؟ الار والتي والام. يبقى ار تي على ام. اصل يا دكتور كنت حضرتك كاتب دي ام سمول على ام كابيتال مش فول. لا سوري جدع. ايوه انت جدع. خدت بالي مني. طيب جدع مين اللي قال ده؟ معتذر يا جماعه معتذر. مستر حاول اقول لحضرتك كده برضه. طيب تمام زي الفل. يبقى الدنسيتي ايكوال ماس على فوليوم خلاص. طيب النوت الثانيه بيقول لك ايه؟ المولز المول اوف اني سبستنس كونتين ذا مول اوف اني سبستنس contain Avogadro's number of molecules أو molecules. يعني إيه؟
المول اوف اني سبستانس اي مول من اي ماده يحتوي على عدد افوجادرو من الموليكيول. الباشمهندس اللي كان بيسال على افوجادروز نمبر، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الفرق ما بين المول والموليكولز او الموليكيولز؟ الكبير ده هو المول. الكبير ده هو مين؟ المول. طب الموليكيولز دي بتبقى فين؟ جوه المول بالظبط. يعني المول يحتوي على موليكيولز بالظبط، اللي هو بيساوي عدد افوجادرو، اللي هو بيساوي عدد افوجادرو. يعني كل مول في جواه كام واحد من كل مول؟ المول الاسود ده الكبير جواه كام موليكيول؟ عدد افوجادرو من الموليكيول. اللي هو كام عدد افوجادرو ده؟ اللي هو 6.2 صح؟ طيب ركز معايا، لو جيت قلت لك ان انا عندي اهو مول تاني، ماشي، المول التاني ده هيبقى جواه كام موليكيول؟ عدد افوجادرو من الموليكيول عدد افوجادرو 6.2 طيب. يبقى انا دلوقتي لو عايز احسب النمبر اوف مولز احسبه ازاي؟ النمبر اوف موليكيولز عدد افوجادرو عدد الموليكيولز صح. يبقى انا لو انا عندي 2 مول يبقى عدد الموليكيولز الصغيره 2 في افوجادرو، يبقى هو النمبر اوف مول في افوجادرو نمبر. فهمتوا؟ هو ده اللي عايز احسب نمبر اوف مولز. يبقى انا نمبر اوف موليكيولز احسبه ازاي؟ موليكيولز يا دكتور، موليكيولز او موليكيولز احسبه ازاي؟ هو النمبر اوف مول في عدد افوجادرو. فاهمين؟ تمام. فاهمين. يبقى بسرعه كده بقى، هديكم ملخص بسيط على اللي احنا قلناه وحل مسالتين وخلاص، وبعد كده نبقى نكمل بقى ان شاء الله. طيب معلش بس يا دكتور، ممكن تجيب الصفحه اللي فوق الثانيه عشان عايز اخدها سكرين شوت؟ ما انا يا ابني هبعت لكم الكلام ده. طيب تمام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ مثل النمبر فاهمين. طيب افوجادروز نمبر ده اللي هو 6.02 كونستانت صح؟ ايوه شوانسين، احنا قلنا القانون بتاعنا بي في ايكوال مين؟ ان ار تي ايكوال ان ار تي. البريشر بشتغل بكام يونت؟ 2 وباسكال. الفوليوم بشتغل بكام يونت؟ 2 زي الفل. التمبريتشر بشتغل بكام يونت؟ زي الفل. جدع تمام. بعد كده نيجي ندخل على الار. الار ليها كام فاليو؟ 2 0.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 0
والفوليوم بالليتر يا جدع. امتى استخدم ال 8.314؟ زي الفل. طيب النمبر اوف مول احسبها ازاي؟ تعالى بقى نبتدي نركز. النمبر اوف مول انا اقدر احسبها بطريقتين. يبقى انا اول ما عاوز احسب النمبر اوف مول اركز، لو انا عندي في المساله ماس يبقى النمبر اوف مول بيساوي مين؟ لو انا عندي في المساله فوليوم يبقى النمبر اوف مول بيساوي مين؟ ال بي بي على ار تي، الحجم على 12 على بي في بي على ار تي، بي على نمبر اوف مول بي في على ار تي. يبقى انا دايما دايما كده اول ما يجي في دماغي انا عايز احسب النمبر اوف مول، انا في مساله هو واقف في مساله عايز احسب النمبر اوف مول، يبقى انا على طول دماغي بتروح عند حاجتين. لو انا عندي ماس يبقى ماس على مولر ماس، لو انا عندي فوليوم يبقى بي في على ار تي. خلاص دكتور معلش ممكن اسال سؤال؟ عندي سؤال برضه.
عندي برضه سؤال يا دكتور. اتفضلوا بس بسرعه. ليه ما قلتش حجم الغاز على 22 4 10 لتر؟ هو انا قلت لك اس تي بي؟ اه صح. ما تجيبليش سيره 22 و4 من 10 دي غير لما اقول اس تي بي. تمام. السؤال الثاني بسرعه. نمبر موليكيولز على ال ايوه انا عايز السؤال ده. نمبر اوف مولز ينفع اجيبه بان انا اقول نمبر اوف موليكيولز على الافوكادورز نمبر. يا ده صح صح. بس هو ده اللي شائع في المسائل. لو انا عندي ماس يبقى ماس على مولر ماس، يبقى انا دايما كده اول ما يجي في دماغي انا عايز احسب الان دماغي بتروح حاجتين، لو ماس يبقى ماس على مولر ماس، لو فوليوم يبقى بي في على ار تي. خلاص هو هو البي في بس احنا مش هنشتغل بالقانون الثالث. انهي قانون؟ في قانون ثالث في الناس في ثالثه ثانوي اللي النمبر اوف مولز بيساوي انسى اللي انت خدته في ثانوي. ده مالناش دعوه بيه، انسى اللي انت خدته في ثانوي اللي انا بديهولك بس. خلاص تمام خلاص. لو سمحت طيب. لو سمحت يا دكتور، هو البي في البي لوحدها اللي هو البريشر والفي اللي هو الفوليوم، ولا ده كميه لوحدها على بعضها؟ لا البي لوحده بي وفي لوحده في، اللي هو الحجم والضغط. والضغط تمام. طيب باشمهندسين القانون اللي احنا هو انا في المساله لو هجيب الان من اللي هو بي في على ار تي. المساله هحل معاكم مسالتين دلوقتي ونصبر. اوكي خلاص دكتور. طيب ما دكتور. مش عايز اسئله تاني، اخلص اللي انا هقوله وبعد كده اشوف الاسئله. خلاص باشمهندسين القانون الثاني بي ايكوال ايه لو انا عايز الدنستي؟ هيبقى الدنستي يبقى البي على الام على ار تي. دي ار تي على ام صح؟ على ام ماس. لا الام دي مولر ماس. ايوه مولر ماس اللي هي المجد. ايوه اهو لان احنا شلنا الماس وعلى الفوليوم حطيناها دنستي، المولر ماس هي اللي تحت. طيب النمبر اوف موليكيولز او موليكولز ايه قانونه؟ نمبر اوف مولز في افوكادورز. اللي فاهم الصفحة اللي أنا كتبها دي يبقى هو كده فاهم المحاضرة كويس. حد عنده مشكلة؟ لا لا لا. أيوة يا دكتور بعد إذنك. اللي كان عايز يسأل فين اللي أنا قلت له استنى. أيوة اسأل. يعني إيه الموليكيولز؟ مش فاهم يعني بصراحة. جزيئات يعني ذرات ولا؟ لا جزيئات. أنت الذرات يعني هقولها لك بالعربي، الذرات بتكون جزيئات. تمام. الجزيئات بتكون مولز. تمام فهمت؟ مش قوي معلش. مش قوي ايه؟ الذرات. بس سمعت الجزء الاخير بس صوت قطع. هو المول ممكن يكون ذرات مش كده؟ ممكن يكون ذرات. بص يا باشمهندس انت عندك الجزيء يعني مثلا اتش. الباشمهندس اللي بيسالني معايا. تمام. بص يا باشمهندس اتش او مثلا ده ذره صح؟ اه وده ذره. طب لو جيت كتبتها كده طالما ده جزيء ليه؟ لانه بيتكون من كذا ايه؟ ذره. بالظبط. فهمت يا باشمهندس؟ دكتور معلش او اخر رول ما فهمتوش. اخر ايه؟ اخر رول خلاص ما فهمتوش. اني واحد اللي هو النمبر اوف مولكيولز ايكوال اول رول ده ده؟ اه مش انت قلنا ادي ده المول صح؟ تمام. المول جواه كام موليكولز؟ افوكادرو. تمام. وادي مول تاني اهو جواه كام موليكولز؟ افوكادرو. افوكادرو برضه. تمام. طب لو انت عايز تجيب بقى عدد الموليكولز، انت عندك 2 مول اهو، عدد الموليكولز اللي جوه ده هتجيبه ازاي؟ عدد المولات هتضرب 2 هتضرب 2 في عدد افوكادرو هتجيب عدد الحاجات الحاضره. تمام. يبقى هو النمبر اوف مول في عدد افوكادو. خلاص فهمت. ماشي حل معاكم مسالتين كده وبعد كده نبقى نكمل تاني ان شاء الله بعدين عشان بس نشوف دكتور معلش هو ممكن بس حضرتك تشرح اللي هو القانون بتاع الدنسي ده تاني؟ طيب شايف بي في بتساوي مين؟ رد ان ار تي. ان ار تي شلت النمبر اوف مول وحطيت ماس على مولر ماس. تمام
قسمت المعادله كلها على في، فهنا على في وهنا على في، فالفي راحت مع الفي هنا فضل البي. شلت هنا الماس على الفي، الماس على فوليوم اللي هو الدنسيتي. فوليوم الدنسيتي. تمام. شلت الام على في وحطيت دي، فضل مين؟ ار تي على ام. خلاص؟ ايوه تمام خلاص. طيب معلش الرول الاخير ده اليونت هتبقى اتموسفير او باسكال برضو؟ فين انهي يونت؟ بتاعت البريشر اللي هو في اخر اللي هو دي ام تي على ار تي على ام. لو استخدمتي البريشر بالاتموسفير هتحطي الار ب 8.314 سوري ب 0.082. لو استخدمت البريشر بالباسكال هتحطي الار ب 0. معلش لو استخدمت البريشر بالباسكال هتحطي الار 0.0. لو استخدمت البريشر بالباسكال هتحطي الار ب 8.314. لو استخدمت البريشر بالاتموسفير هتحطي الار ب 0.082. وصلت؟ تمام شكرا. تمام. هي مين الباشمهندسه اللي كانت بتسال دلوقتي؟ انا انا ماشي. عندي سؤال يا دكتور معلش. انا طيب. اصلا في استنتاج القانون كنت معوض عن الحجم بمتر، ازاي ممكن استخدم الدنيا؟ ازاي استخدم اتموسفير؟ مين اللي قال ان انا عوضت بمتر؟ مش طيرت مع الكتله؟ يبقى انا ازاي بقى استخدم القانون بتاع اتموسفير؟ طب ما انت ممكن تطير مع اللتر، يبقى الدنسيتي بجرام بير لتر. ما هو انت لازم تخلي بالك من اليونت بتاعه الدنسيتي، هل الدنسيتي جرام بير لتر ولا جرام بير متر كيوب؟ الدنسيتي ايوه، بقى في واحد الدنسيتي برضه ابص عليها. بالظبط، في يونت الدنسيتي داخله في الموضوع. تمام. هو يعني اليونت بتاعه البريشر بقى لما يبقى في دنسيتي تبقى كلها ايه على بعضيها؟ لو عشان تسهل لنفسك، لو كان مديلك اليونت بتاعه الدنسيتي على المتر كيوب خلي البريشر بالباسكال والار ب 8.314. لو كان مديهالك بير لتر خد اليونت بالاتموسفير وحط الار ب 0.08 عشان ما تلخبطش نفسك. تمام ماشي. طيب تعالى بقى نشوف مساله كده بيقول ايه. مثلا اتوات بريشر، اتوات بريشر ويل 0.25 مول اوف ان 2 اوكيوباي 10 لتر ات 100 درجه سلسيس. ماشي. طيب معايا يا باشمهندسين؟ انا عايز مين؟ ايوه انا عايز البريشر صح؟ ايوه تمام. عايز البريشر. طيب ما عنديش غير قانون واحد خدناه اللي هو مين؟ بي في بتساوي ان ار تي على بي ان ار تي. طيب النمبر اوف مول، طب نكمل ات وات بريشر، يبقى انا عايز البريشر ويل 0.25 مول، يبقى ده عباره عن مين؟ نمبر اوف مول، نمبر اوف مول الام صح؟ اوف ان 2 كيو باي 10 لتر، يبقى ده عباره عن مين؟ الفوليوم. طيب ات 100 درجه سلسيوس، يبقى ده مين؟373 درجه كلفن. دي اول مساله عندكم في الكتاب بتاعكم. خلاص. طيب البريشر بكام يا باشمهندسين؟ طعوي البريشر هيبقى بالات مشير بقى. انا عايزه الار. الفوليوم بكام؟ الار ب 10 لتر. خلاص انا كده اخترت ان الفوليوم يبقى باللتر، يبقى اتموسفير صح. النمبر اوف مول بكام؟ اتموسفير 0.25 صح. طيب طالما ده باللتر يبقى غصب عن الار تبقى بكام؟ 0.082. تمبريتشر بكام؟ ب 100، يعني 373 ديجري صح؟ 373. طيب حد يقدر يشتغل نفس المساله دي بيونت ثانيه؟ ممكن هنا البريشر هيبقى ممكن نحاول الفوليوم، نحاول الفوليوم نغيره لام كيوب. طب دي هخليها بايه؟ كيوب. ايوه تايم ستيمبولينج 3
10 في 10 استاذ صح. طب والنمبر اوف مول هو زي ما هو طب الار ده متر كيوب يبقى الار هيبقى التمبريتشر هنا البريشر هيطلع بايه باسكال زي الفل فهمتوا اه حل مساله كمان وخلاص كده النهارده تمام هنشوف مسائل تاني في التوتوريال ان شاء الله الاسبوع ده مفيش توتوريال تمام يعني النهارده مفيش توتوريال دكتور ممكن بس تجيب اخر سطر تاني عايز اشوف في حاجه اللاب شغال الاسبوع ده التوتوريال مفيش هو التوتوريال النهارده برضه مش كده ولا بكره ايه التوتوريال يا جماعه التوتوريال النهارده ستاتكس ما لهش علاقه تمام يعني النهارده طيب. مفيش مش محتاج خلاص يبقى مفيش توتوريال بكره ماشي تمام طيب هنحل المساله دي وبعد كده نبقى نحل مسائل تاني في التوتوريال ان شاء الله ان شاء الله Calculate the number of molecules remaining in an electronic vacuum tube. ممكن بس الترجمة. ما أنا مش عايز أترجم عشان أوريك إزاي تحل المسألة من غير ترجمة. طيب هو الطلب واضح اللي هو عايز نمبر اوف مولز تمام طيب. ماشي ماشي مساله بقى الكترونيك فاكيوم تيوب اوف كاباسيتي اصلا مش شايف كمان اصبر يا جدعان الخط مش واضح قوي هو الخط طب انا مش حاسه اوف كاباسيتي انا بكتب كاباسيتي اللي هي الدنسيتي لا 180 سنتيمتر كيوب خلاص which has been evacuated and sealed off at 25 degrees Celsius to pressure 10 to power negative 7 millimeter mercury. هنجيب الـ number of moles الأول. تعالى بس خلاص مش عايز حد يتكلم هقول لكم. مش هنترجم المسألة. بيقول calculate the number of molecules. يبقى أنا دايما عايز أول حاجة تطلقها لي من المسألة المطلوب المطلوب انا عايز مين تمام هو عايز المولكيولز كده بس محتاج ايه طيب ايه قانونها اروح كاتب على طول بنحسبها ازاي number of moles times avogadro's number زي الفل طيب calculate the number of molecules remaining in an electronic vacuum tube of capacity 180 سنتيمتر كيوب ده ايه ده الفوليوم ده الفوليوم وحوله للليتر فوليوم حوله متر كيوب 180 سنتيمتر كيوب هو انا ينفع اشتغل باليونت دي لا لا اشتغل سريعه طيب which has been evacuated and sealed off at 25 degrees celsius ده مين ماشي والبريشر 10 تو باور نيجاتيف 7 ملم مركري انا بشتغل بالملي متر مركري لا ما بشتغلش بيه لا لازم تحويل هنا طيب بس تعالى بقى نرجع للحاجه اللي احنا عايزين نحسبها اهي ماشي انا عشان الافوجادروس نمبر ده كونستانت يبقى انا محتاج احسب مين نمبر اوف مولز طيب احنا قلنا النمبر اوف مول اول ما يجي في دماغي ليا كام طريقه لحسابه
طريقتين اثنين هشتغل بالثانيه يا ماس على اولر ماس في ماس يبقى ماس على اولر بي في على ار بي في على اولر بي في على ار بي في على ار تي بي في على ار تي البي في على ار تي ماشي خلاص خلاص بس يا جدعان في الدكتور راح فين اصبر شويه معانا طيب باشمهندسين هنكملها كده بالصوت لان بس اللابتوب هنج خلاص تمام بي في على ار تي تمام بي في على ار تي البريشر البريشر هل ينفع استخدمه بالملي متر ميركري لا 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 احوله لمين أو باسكال طيب والفوليوم الفوليوم الفوليوم متر كيوب أو لتر أو متر كيوب لتر أو متر كيوب على حسب حسب بس واحسب واحسب النمبر اوف مول واضربها في مين اضربها في عدد بقدر هو 6.43 هيديني النمبر اوف مول كيوب خلاص المساله دي هتلاقوها في الكتاب عايش دوك عايش نحسبها كتاب ايه بقى معلش دوك كتاب ايه هقول لكم عليه في اللاب ان شاء الله هيك شويه دكتور احنا ما هو للاسف اللابتوب هنك فما بيكتبش طب دكتور احنا هنذاكر مين كده الليكتشر ديت انا هبعت لكم فيديو للمحاضره دي خلصنا النهارده فانا هبعت لكم فيديو للمحاضره على ايه هبعته على الالمس هو عاد ابو غدره كام هو الالمس كنا عايزين البي دي اف اهم حاجه ماشي ماشي هبعت لكم في دكتور هنبعت بي دي اف ممكن حاجه تخليه بي دي اف ماشي هو عاد التيم يعني واحده عشان الكل يسمع واحده اسمع الدكتور عايزين نسمع باشمهندسين هبعت لكم فيديو الفيديو اللي احنا عملناه ده هبعته لكم خلاص والمحاضره دي هحولها لكم بي دي اف وابعتها لكم ايوه دكتور هتبعتها لنا فين ابعتها هنبعتها على ال ام اس ايوه ال ام اس ده خش بقى هو ال ام اس ده ال ام اس ده هتعرفوه واحده واحده هتعرفوه بيها خلاها تيجي متخيله طيب ماشي ده ماشي انا هقفل بقى علشان انا عندي محاضره ثانيه انا عندي سؤال طب يا جماعه انا نزلت الفيديو على الجروب اللي ما جه متاخر او كده انا نزلته على الجروب هو الدكتور قفل تقريبا طب عظمه يا اتفضل يا باشمهندس هو ال ام اس اه دكتور انا عندي سؤال بس في النظام مش في المحاضره يعني وبالنسبه لل10 درجات بتوع الكلاس ورك دول هيتحسبوا من الاسئله اللي حضرتك بتسالها في المحاضره ولا ايه بالظبط كل حاجه بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا لاج في النت او مثلا ما حضروش المحاضره بسبب مشكله عندهم في النت او حاجه زي كده الفيديو هينزل لك وبلغني بعد كده لا انا حضرتك يا دكتور او على الكلاس الكلام ده مثلا كده الفاينل انسر هتبقى 5.8 في 10 و 18 10 و 16 حضرتك ايوه المفروض في الجدول في بكره لاب اونلاين ده هيبقى ايه نظامه اللاب اونلاين هينزل لكم فيديو على ال ام اس تتفرج عليه خلاص تمام طب دكتور واحنا هنحل حاجه لحد بكره طيب ذاكر بس اللي انا اديته لك ده دلوقتي لحد ما ننزل لكم اسئله في بي دي اف طيب طب دكتور ايوه انزل لكم ايوه ايوه طيب باشمهندسين انا هقفل خلاص الاسبوع ده ان شاء الله في لاب ومش مفيش توتوريال خلاص وان شاء الله المره الجايه ناخد المحاضره في معمل طب مفيش اي كونتاكت مع حضرتك انا موجود كل يوم في معمل الكيمياء لا بس حضرتك بس ايه ادوات استخدمتها نعم الادوات هتصدروا عليها في اللاب تمام يا دكتور هو الدرجه تاخده على اي اساس بصوا يا باشمهندس هاتوا البلطو معاكم وانتوا جايين تمام معلش يا دكتور طيب انا يعني هضطر بقى ان انا استاذن علشان انا عندي محاضره خلاص السلام عليكم شكرا السلام عليكم احنا عندنا توتوريال الاستاتكس النهارده ولا اتلغى هو حتى احنا مفيش توتوريال هو ده بيحل اخر مساله نبات الفيزيكس من غير حل اخر مساله ولا ايه عايز كده انا ولا ده الناتج على الجروب لا بكم يا شباب هو التوتوريال ده هتخش ازاي شكل الوقت على بعض
وحد حل اخر مساله. طيب لا والله ما حلتهاش انا طلعتها المشكله ان هو في حد لسه الدكتور لسه هنحضره برضك ولا ايه كده المحاضره ما سابتش لابد اونلاين قال لو انت عليه فيديو لابد كيمز في امتى يا جدعان ينزل الاربعاء لابد كيمز في الاربعاء الساعه كده يا دكتور الاستاذ سيف انا جيت متاخر شويه انا ما حضرتش الوحيد تمام احنا برضه لسه مش حد كده يقول لي على على البيج احنا حاولنا ازاي يعني دكتور الاستاتكس امتى لعب الكيمستري يوم الاربعاء الصعب في الجامعه 10 الصبح الساعه 4 ونص ايه ده امتوا على الساعه 10 الصبح يوم الاربعاء لعب الكيمستري يوم الاربعاء في اسايمنت يا دكتور تمام يا جدعان يا جماعه ثانيه واحده عشان انا مش فاهمه مش المفروض اللاب بتاع الكيمستري ده يوم الخميس الساعه 10 تقريبا وبعد كده في لاب تاني اونلاين فهموني بقى ايه اللي حاصل احنا كده عندنا لاب جروب 4 يوم ال الساعه تكشف في الجروب طب هو في حد سيكشن 27 على 25 في حد 22 طيب شكلها مش مفهوم حاجه عم تخمسني على حاجه في اسايمنت ولا لا لا هو قال في اللاب مش مساله خليك دكتور على انا في 28 طب خلاص يبقى ما كل واحد ليه سكشن مختلف ليه ليه لاب مواعيد مختلف على حسب السكشن بتاعه بالظبط هو قال تعالوا بالبلطو قال تعالوا بالبلطو يا راجل البلطو بقى ده نجيبه منين انا مش عارف ما جبتش اي حاجه نزلوا نزلوا بوست على جروب الدفعه اللي هو واحد اسمه محمد قاعد في التوتوريال النهارده ولا مفيش تتريل الاسبوع ده خالص استاتيك النهارده ده بالنسبه للكيمياء مش لاي مش بالستاتكس ده بالنسبه للكيمياء محدش عارف الاستاتكس لسه طب اصل انا كان سؤال بس ان انا لسه ما اتعملش كونفيرم من الادفايزر بتاعي هو كان فيه محاضرات الصبح النهارده انت سيكشن كان هو كان فيه محاضره ناس تمام في ماثماتكس اخصه طب يا ريت يا جماعه بجد لو حد كان مسجل محاضره او كتبها يبعتها لي ضروري بجد هي تسجلت فيها اخر ساعه باين وهتلاقيها على الشات ولا طب يا جماعه بصوا انا اسمع على الفيسبوك محمد ايه هتلاقيها يا ريس هتلاقيها عند اي حاجه تنزل على جروب 4 في جروب 4 اللي هو بتاع الديسكشن ده ممكن تنزل عليها على الواتساب بتاع الواتساب صح كده كده هتلاقي اخر رساله مبعوثه في الشات اللي كان في الميتنج هتلاقي رساله موجوده فيها ان انت تقدر تعمل داونلود لاخر ساعه باين ان اللي سجل اخر ساعه بس انا معاك اساسا انا ده مش عارف اخش في الميتنج عشان لسه ميس ناديه ولا دكتور ناديه لسه ما قابلتنيش فاهمني فانا الدنيا هو دخل عن طريق انفايت فانا الدنيا عندي مش ماشيه خالص والادفايزر عندي تقريبا نايم بقاله يومين مش عارف هو مش معاك رقم وبعت له على الميل هو ممكن تبعت له على الميل عادي انا بعت له على الاوت لوك لغايه دوت 4 مرات من امبارح ما بيردش معاك الواتساب بتاعه ولا اي حاجه خالص ما بيردش عليا خالص شوف دكتور وليد زين ممكن يضيفك دكتور وانتوا انتوا مع مين مع دكتور ايه لا دكتور وليد زين ده ماسك حاجه تقريبا هو بيضيف ناس وبتاع ماسك جروب الماس 1 ماسك جروب هو الماس 1 والاستاتكس والفيزيكس والبرودكشن هتلاقيه على الماسنجر او على الفيسبوك هتلاقيه ادمن الجروب ده اسمه دكتور وليد زين بص استنى هبعت لك على الشات الايميل بتاعه ثانيه واحده استنى مش معاك استنى انت في سكشن كام انا في سكشن 25 بس انا مش يعني قشطه يعني هبعت لك الايميل بتاعه فتقدر تتواصل معاه بص بعت لك ثانيه واحده هو مين اللي في سكشن 25 يا جدعان انا طب انت دخلت الجروب بتاع الواتساب اللي هو بتاع السكشن بتاعنا في جروب الواتساب طب انا مش عارف اخش من اللينك اللي على الفيسبوك ابعت لل
يا باشمهندس اصلا هتلاقي اللينكات دي موجوده في 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 جروب اتحاد الطلاب بالسكاشن. ما بيدخلش على الجروب بتاعك. ممكن يكون الجروب عندك قفل اساسا يعني الجروب بس عدد كمان فبيقول لك مش فاضي مكانه كده. ما بالظبط انا عايز ابعت للادمن بقى. بص يا اسطى انا المندوب وجروب اتملى فعلا. في جروب تاني بقى لسه ما بعت لي دلوقتي ادخل فيه الجداد. ابعت لي وانا ابعت لك الجروب الجديد. خلاص ماشي. يعني يا جدعان مفيش توتوريال استاتكس النهارده؟ طب يا جدعان هو دكتور علي شهاب. طب ماشي ممكن حد يسمع لي ده. هو دكتور علي شهاب هو المعيد بتاع ماده الاستاتيك. لما هو الادفايزر بتاعي كان وكان قال النهارده مفيش ولا او قال الاسبوع ده بالظبط كده مفيش ولا سكشن ولا معامل. ما هم امبارح قالوا مفيش سكشن. لا هو دكتور علي شهاب هو اللي يعني هو اللي قال كده عشان هو الادفايزر بتاعي وانا في الجروب بتاعه. هو الدكتور عايشة بنفسه هو اللي قايل. خلاص تمام انا كده كده بعت الايميل بتاع دكتور وليد اللي حابب يتواصل معاه بقى في اي جروب يتكلموا يعني. تمام ماشي شكرا حبيبي.